مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. ايوه معايا عمرو حمزاوي، معايا الدكتور عمرو حمزاوي. اللي زعلانين ليه؟ منذ اعلنت عن ان ضيفي هذا الاسبوع ويوم الخميس هو استاذ العلوم السياسيه والباحث السياسي الدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، وعدد من الرسائل الفجه والشتائم، انا متعود يعني انا مش متضايق، بس انا عايز اخدها فرصه لمناقشه منهج. يعني شتايم 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 ورفض، واللي بيهددني واللي بيقول انت هتتشتم وانت جبت لنفسك الشتيمه، محدش قال لي ابدا انت جبت لنفسك الحوار، محدش ابدا قال لي انت طرحت علينا مناقشه حد نختلف معاه خالص. وهذا للاسف هو نهج الان مرفوض تماما، ما نرفضه من الآخرين بنمارسه على أنفسنا. طيب هل أحد يشك في انتمائي الكامل إلى ثورة 30 يونيو؟ إلى انتمائي الكامل لهذا الوطن؟ إلى حرصي الشديد على المشاركة في بناء هذا الوطن؟ اللي يشك هو حر، يديني أمارة يعني. طيب هل إحنا في مصر قررنا إن أي شخص يكون له آراء مختلفة نحط جوه سور ونقفل عليه ونحاصره ونمنعه من الكلام؟ هل معنى عدم ظهور عمرو حمزاوي لشهور طويلة في وسيلة إعلامية مرئية، هو بيكتب مقال في جريدة الشروق، هو من وقت لآخر وعلى فترات بعيدة جدا بيجري حوارات صحفية، هل ده قرار من وسائل الإعلام أن تحاصر عمرو حمزاوي لأنه يقول آراء نختلف معها؟ لا أعتقد، لأن أنا نفسي عرضت على طلبة عمرو حمزاوي اللي كان مسافر ورجع في أوقات لم تتوافق الأوقات، أعرف أن زملاء طلبوا منه أنه يطلع معهم كتير وهو اعتذر. هو إحنا هنعمل صورة حوالين عمرو حمزاوي ليه؟ طب تعالوا نرجع للأساسيات، نحن نريد حوارا لا شجارا، نرفض الإرهاب لأنه يتحدث بالرصاص، نرفض الإخوان لأنهم يرفضون النقاش، نرفض كل من سافر برا مصر وينتقد مصر، صح؟ أي حد هيأيد الإرهاب مش هفتح له نافذة يتكلم خالص، لأن ده بيأيد إرهاب. طيب إذا كان باحثا سياسيا ونائبا في البرلمان السابق، وإذا قرر قد يكون نائبا في البرلمان اللاحق، لديه آراء تختلف أحيانا مع بعض أو عدد كبير من المواطنين، ماشي خلينا أقول عدد كبير، لكن عمرو حمزاوي لم يتطاول يوما على الجيش المصري، عمرو حمزاوي لم يغادر مصر ويختار منصة من المنصات مثل بائعين الوطن اللي سافروا وبيقبضوا وعايشين بره وبيهاجموا مصر وبنقول لهم لو رجالة تعالوا انتقدوا مصر من الداخل، عمرو حمزاوي بيرفض حتى دول وبيرفض المعارضة من الخارج. هل احنا مش عايزين معارضة؟ انت بتعمل برلمان ليه؟ انت بتعمل سلطة رقابية ليه؟ لا، مفيش مجتمع صحي هينشأ بدون معارضة، ده اللي ما عندوش معارضة يشتروا له معارضة. المجتمعات بتنهار عندما تصبح صوتا واحدا. عمرو حمزاوي لم يقبل يوما عملية إرهابية واحدة. عمرو حمزاوي أيد بشدة الضربة المصرية في ليبيا ورأى أن في مزايدة شديدة، وأي حد هينتقد موقف مصر يبقى عامل زي النعامة، إحنا لا يجب أن نقبل أن يقتل منا أبرياء وجريمة طائفية من إرهاب ونسكت. عمرو حمزاوي غضب جدا من اللي هاجموا الفنان الكبير محمد منير لمجرد انه ظهر مع الاستاذ توفيق عكاشة او الاستاذ احمد موسى، وشاف ان ده انت ما معكش ختم وطنيه عشان تديه لحد، ومرفوض انك تقسم الناس حسب مواقفهم او رؤاهم ايا كانت هذه الرؤى. انتوا معترضين على عمرو حمزاوي ليه؟ لانه بيعترض على بعض الاشياء حقه، هو اعترض من بره مصر؟ عمرو حمزاوي قاعد هنا. عمرو حمزاوي اللي انتوا حبيتوه كنتوا يا عيني على الايام اللي كان عمرو حمزاوي بالنسبه لكم فتى احلام وشاب بيفكر كويس وشاب واعد، اختلف، راى مواقف عنده وجهه نظر،
انا مختلف معاه في مواقف كتير، لكن مفيش مانع انه يطلع ويطرح افكاره ونناقشه ونقول له، لانه بيحب الوطن ورؤيته بيقول ان مصر ممكن تكون احسن. جايز رؤيته غلط، وجايز هو في موقع السلطه رؤيته تختلف، لكن من حقه ومش من حقنا اننا نعمل هذا النوع من الاقصاء القسري، لانك هكذا تصنع عدوا. وليس عمرو حمزاوي هو النموذج، ولكن اللي راح سال شيخ وقال له انا قتلت 99 هل لي توبه؟ وهنا انا ما بقولش ان عمرو جاي يتوب يعني، لو قال له لا اذا فليقتله، وبدال المية يبقوا 200، واذا قال له ايوه يمكن ان يراجع نفسه. فانا ضد المصادره، انا برحب بعمرو حمزاوي اليوم في هذا اللقاء. انا مؤمن اننا ليس علينا اطلاقا ان نصنع اعداء ونسد كل الطرق وكل المسام، فما يصبحش هناك لا صوت اخر ولا اختلاف فينفجر في وشك وتصبح نغمه واحده انتم اللي هتتضايقوا منها، وانتم اللي هترفضوها، وانتم اللي مش هتقبلوا انها اغنيه واحده بتسمعوها طول الوقت. لازم تسمعوا اصوات اخرى، طالما بتنطلق من ارضيه وطنيه، طالما لم تدعم الارهاب ولم تراه يوما هو الحل، طالما لم يغادر هذا البلد واختار منصات خارجيه من دول تكره هذا البلد، وعنده 500 فرصه وسايب اولاده في المانيا وانه يروح يعيش بره ويصبح ضحيه ويصبح محاصر ويهاجم زي اللي بيهاجموا مصر، فنحن لن نشترك مع من يرى هذا. وارجو من اصدقائنا المشاهدين الغاضبين انهم يعيدوا التفكير، جايز يكون في الكلام ده وجهه نظر، واذا كان لديهم وجهه نظر اخرى بالراي بيقولوا احنا بنرفض افكار عمرو حمزاوي في 1 2 3، احنا بنقول لعمرو حمزاوي انت اخطات في 1 2، اهلا وسهلا، ابعتوا لنا على الهاشتاج حمزاوي في ممكن، ابعتوا قولوا ده ونطرحه عليه فنعمل حوار، ما نقفلش الحوار. والشتيمه مش حل، الشتيمه هي وسيله الضعفاء، من يريد ان يسب او يشتم فاكيد هو ليس لديه حجه ومش قادر على النقاش، ريح دماغي ومش عايز اسمع. هو السمع ممكن يخليك تفكر، ما تفكر يا اخي وارفض او اقبل، لكن بلاش فكره الاقصاء. طيب عمرو حمزاوي هو ضيفي النهارده، طب وماذا عن الاستاذ اسلام البحيري؟ طيب في اطار المكشفه والمصارحه عايز احكي لكم شويه تفاصيل. نحن اتفقنا من قبل مع الأستاذ إسلام البحيري أنه سيكون ضيفنا في هذا البرنامج في حوار مع الدكتور أسامة الأزهري والحبيب علي الجفري. في الفترة الأخيرة وفي الأزمة الأخيرة التي نتمنى أن تمر على خير، ظهر الأستاذ إسلام البحيري في مداخلات تليفونية عديدة، ثم أعلن أنه سيظهر على قناة القاهرة والناس مع زميلي العزيز الأستاذ أسامة كمال، ثم قيل أنه سيظهر في برامج أخرى. فأنا يعني بصراحة رأيت أن يعني الحوار متفرق ومتجزئ، وهي مش هيصة مش للدرجات دي يعني. إسلام البحيري شاب بيجتهد وبيفكر، تختلف معه تختلف مع أسلوبه، أنت حر. لكن هذا الظهور الكثير أزعجني، وشفت هل هناك جدوى من اللقاء أم لا، فأرسلت له رسالة بهذا المعنى، إن ماذا يجدي اللقاء الآن، أنا أراك في أماكن عديدة. اتصل بي الأستاذ إسلام البحيري الأسبوع الماضي، لا هذا الأسبوع أنا آسف، هذا الأسبوع من 3 أيام، وقال لي صديقي أنا مصر على هذا اللقاء، وأني حتى هذه اللحظة لم أجري حوارا حول الأفكار، وأن ما تم كان له أسباب خاصة، وأنه كان غاضبا وتحت ضغط عصبي لأنه رأى نفسه في مواجهة مؤسسة كبيرة جدا وكأن دمه يهدر وحياته في خطر، وأنه يبحث عن حوار راق محترم يفند فيه ما يراه ويسمع. وكان سؤالي له، وإحنا جايين هذا الحوار هل ترى أنك الأعلم؟ لا يوجد من هو أعلم منك. فقال لي لا حتما يوجد. قلت له هل ترى أن الأزهر بمؤسستي بكل علمائه آلاف العلماء اللي فيه لا يوجد فيه من هو لديه علم حقيقي؟ قال لي لا فيه. قلت له طيب أنا ضيوفي أثق فيهم بأنهم لو رأوا شيئا خطأ
على استعداد أن يراجعوا ويعودوا مرة أخرى. يا ترى أنت عندك استعداد تعترف أو ترى إذا اقتنعت أن بعض ما قلته خطأ يستحق المراجعة؟ قال لي طبعا أكيد. قلت له اتفقنا، وعدت إلى الحبيب علي الجفري وهو الآن في جولة في أكثر من 10 مدن في بريطانيا بيلقي محاضرات ولقاءات مفتوحة، وللدكتور أسامة الأزهري، وعرضت عليهم مدار. كانت هناك مشكلة أساسية أن الأستاذ إسلام البحيري يصر على أن يكون وحده، وكان رأي السيد الحبيب علي الجفري والسيد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا ليس فيه عدل، وأنه كده إحنا في 2 قصاد 1، وإن كان إحنا مش داخلين مناظرة، نحن في طريقنا إلى حوار نريد أن نخرج به إلى نتائج فقط، مش مناظرة ومش منتظر، منتصر ومهزوم. إحنا بنتكلم على تجديد خطاب ديني وعلى اجتهاد. الاجتهاد القديم هل كان فيه أخطاء؟ وإذا كان فيه أخطاء هل مسموح باجتهاد جديد؟ وهذا في إطار التجديد أم لا؟ هذا حوار مبني على ما يقتنع به مشايخنا من التراث ومن صحيح البخاري ومسلم، صحيحي البخاري ومسلم، وما يؤمن به الأستاذ إسلام البحيري من أنه لابد من مواجهة هذا التراث والانقضاض عليه وتنقيته من الشوائب، وطرح اجتهاد جديد في مفاهيم عديدة اختلطت علينا. هو يرى أن التراث فيه ما صنع داعش، ومن يخالفه يرى أن طريقة طرحه هي من تؤدي إلى داعش. إذن هو اختلاف أفكار، اتفقنا على هذا. قالوا لابد أن يكون هناك شخص آخر أو أكثر من شخص كما يشاء، عليه أن يختار أو نرشح أسماء من الذين يؤمنون بفكر يقارب الأستاذ إسلام البحيري، ولكن الأستاذ إسلام رفض بشدة، وكان لديه وجاهة. قال لي أنا عايز أدافع عن أفكاري، وجود شخص آخر قد يشوش علي وقد يقول أفكار مخالفة، فخلينا أنا قابل، إحنا مش في مناظرة وهذا حوار فقابل. فعدت إلى شيخي وتناقشت معهما ووافقا بشرط إعلان هذا، واتفقنا على أن يكون اللقاء هناك كما اعتدنا دائما في مثل هذه الحوارات، فيكون هناك مبادئ وشروط لهذا الاتفاق سيلتزم بها كل الأطراف حتى نخرج بنتائج. احنا مش عايزين نضيع وقت حضراتكم. الأستاذ إسلام البحيري خد فرصته على قناته القاهرة والناس، وهذا حق القناة إنها كانت تفرد له وقت وتجيبه مع برنامج مهم، أهم برنامج في القناة، الأستاذ أسامة كمال، وأدار الحوار مع باحث في الأزهر الشريف الأستاذ عبد الله. أيا كانت نتائج هذه المناظرة، لأنها كانت مناظرة الأمر مختلف تماما، إحنا عاملين شكل تاني هنا إن شاء الله سيكون هذا الحوار. أنا الشيخان اتفقا، الأستاذ إسلام في النهاية لتحديد الموعد النهائي، كان بنتكلم في الأربع أو الخميس، لظروف خاصة طلبوا أنه هو يكون الخميس لأن الحبيب سيصل يوم الأربعاء متأخرا من السفر، فطلب أن يكون الحوار الخميس إذا وافق هذا ظروف الأستاذ إسلام البحيري. وقد أرسلت له رسالة الآن بعد أن اتصلت به كثيرا، وكان هاتفه في خاصية الإغلاق، يعني ما بيستقبلش التليفونات بس بيعرف مين اللي طلبه، بعت له رسالة. هذا هو الأمر، إذا أجاب الأستاذ إسلام البحيري هيكون معادنا إن شاء الله يوم الخميس المقبل في حوار مفتوح حول تجديد الخطاب الديني وفتح باب الاجتهاد والنظرة إلى الخلف للتراث، النظرة للواقع الآن، النظرة للمستقبل. بس دي كل التفاصيل اللي عند حضرتكم. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل ما لدينا من أخبار. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يترأس الجلسة 33 لحوار الأحزاب والقوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات. الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي يعلن تقديم الجامعة لدعم مالي فوري ومواد غذائية لمخيم اليرموك في سوريا. الحماية المدنية بالقاهرة تعلن السيطرة على حريق مصنع الزيوت والعطور في منطقة الغورية بالأزهر.
حبس المستشار حسن النجار محافظ الشرقية في عهد الرئيس المعزول مرسي 4 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه بتهمة التظاهر وإثارة الشغب والعنف. النيابة العامة تبدأ التحقيقات في انفجار العبوة الناسفة في مدرعة الشرطة في العريش. البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية يرأس قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا بالأسكندرية. البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بنسبة 76% مقابل 1.10% خلال شهر فبراير السابق عليه. بعثة من الجامعة العربية تتوجه للخرطوم غدا لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في السودان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل موسكو في زيارة عمل تبدأ 12 إبريل القادم. إثيوبيا تحتفل بمرور 4 سنوات على بدء بناء سد النهضة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. يبدو ان الكلام تاثيره محدود او الشتيمه على فكره بعمل بلوك على طول اللي بيشتم. حد بيقول لي ده ممنوع من السفر يا فاشل، يعني دي ابسط حاجه. لا مش ممنوع من السفر يا جاهل. صدر قرار من المحكمه بانه لا وجه لمنع الدكتور عمرو حمزاوي من السفر. مره اخرى انا مقتنع باللي انا بعمله. من يريد ان يشاهد فليشاهد، من لا يريد فليذهب كما يشاء، عنده الريموت ما يتفرجش خالص. احنا هنا نؤمن بالحوار، الحوار طول الوقت مفتوح لكل الأطياف المحترمة التي تدافع عن هذا البلد وحق هذا البلد حتى ولو اختلفت في الرأي. ما علينا، خلونا نروح لغيره من أخبارنا النهاردة. فاكرين أنتوا في شهر ديسمبر الماضي عرضت لكم فيديو عن مدرسة، أحد السكان في المواجهة كان بيصور مدرستين، المدرستين دول الأولاد كانوا بينطوا من على الأسوار. حصل رد فعل بعد كده، بدأوا يعلوا أسوار المدرسة. رد فعل سريع، أقول لكم بس المدرستين دول في مدينة نصر هم أمير الشعراء ومحمود تيمور، ودول تابعين لإدارة شرق مدينة نصر. الجار المدرسة صور لنا فيديو جديد، المدرسة علت الصور من جنب، لكن الفيديو اللي عندنا للأسف، أنا آسف، أنا اضطريت أشيل اللقطات التي فيها شخص لا مدرس أول لا موجه لا ناظر المدرسة، زي ما بيقول صاحب الفيديو إن ده ناظر المدرسة، بيأتي بحركات مخلة. ثم نرى الأطفال والصبيان في المدرسة بيأتوا بأفعال لا تبتعد كثيرا عن رب الدار الذي بالفعل الفاضح فاعل، فطبيعي أنهم يعملوا أفعال زي دي. ولا أكتر من كده أنهم لسه بينطوا من السور وبينطوا قدام المدرسين وقدام الناظر وسايبين الفصول. تعالوا نشوف الفيديو. Thank you.
هو ده المشهد اللي انتوا شايفينه، ده التعليم. هل الحل في الحديد اللي انتوا شايفينه والسور، ولا في الاستاذ اللي راح علشان اللي بيصور فوق في كلمه ويقول له تعالى، ولا المشاهد المخله اللي عملها؟ وانا مستعد ابعت ده لوزاره التربيه والتعليم عشان تشوف المشاهد اللي عملها المربي الفاضل، وهي مشاهد مخله بالاداب العامه، ولا الطلبه اللي عملوا افعال فضحه لا تقل عن اللي عملوا. واللي هيقول لي فين في الفيديو ده، بقول له احنا شيلنا هذه المشاهد، عشان دايما انا بحس ان الواحد بيتكلم في وادي والناس بتتكلم فين في الفيديو اللي قاعدين تقولوه. احنا شلناه لان ما نقدرش نعرض مشاهد مخله. اتصلنا بوزاره التربيه والتعليم فقالوا لنا حالا هنشوف حد بيرد، حد مين يدخل يرد عليكم، ثم اغلقوا التليفونات كالعاده عادي. هل الحل الصور، ولا الحل فعالية المدرس في طريقه التعليم في الحوار مع الطلبه دول؟ ايه اللي بيخليهم يطفشوا او يهربوا من المدرسه؟ هل لانهم ما بيتعلموش، ولا لانهم قلالات الادب، ولا لانهم مش خايفين من المدرسه، ولا لان اهليهم ما بتفرقش بالنسبه لهم، ولا ولا ولا؟ كل دي عايزه اجابات. ودي مدرسه مش في منطقه نائيه، دي في مدينه نصر، وهذه المره الثانيه اللي نعرض فيديو بقى عندنا متخصص قاعد بيصورهم. متخصص كانوا بيعملوا له، حتى الطلبه واقفين يتفرجوا عليه وبيعملوا له حركات مخله. عندنا ازمه في التعليم، لازمه كبيره، مش مجرد صور. وازمه الاسوار اللي بنفكر فيها طول الوقت، صور حوالين فكره، صور حوالين طلبه، صور اللي عايز حاجه بيعملها. المشكله مش في الصور، المشكله في الدماغ. النهارده المتحدث العسكري السيد العميد محمد سمير في بيان له قال ان قوات الجيش قتلت 29 ارهابيا خلال الاربعه ايام الماضيه من 5 الى 8 ابريل، وقال ان القوات قتلت 11 ارهابيا اثناء اجتماعهم باحدى مقرتين بمنطقه الكوزه بالعريش، وضبطت 7 مشتبه بهم. وقال انه في نطاق العمليات بمركز ومدينة الشيخ زويد تمكنت القوات من تصفية 18 إرهابيا في سلسلة غارات ومداهمات على أوكار بمناطق التومة واللفتات والقواديس، بعد ورود معلومات استخباراتية بأماكن اختبائهم وتجمعهم. دمرت القوات 52 بؤرة ومنطقة تجمع واختباء خاصة بالعناصر الإرهابية، 6 سيارات، 87 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومطلوب أمني، و6 مشتبه به. وقال ان القوات ضبطت 10 اجوله من ماده السي ار شديده الانفجار داخل، خدوا بالكم برضو، مدرسه اللافتات، مدرسه فيها مواد متفجره، استنوا بقى، وورشه لتصنيع العبوات الناسفه وتدريع العربات المفخخه داخل الوحده الصحيه بقريه اللافتات. ايه اللافتات دي؟ ايه القريه دي اللي مدرستها مخزن للمتفجرات والمستشفى مخزن لتصنيع عبوات ناسفه وتدريع علشان المدرعه كده تعمل عربيه مدرعه ما تتاثرش بالرصاص؟ داخل مدرسه واحده، بلد واحده، قريه، مدرسه ومستشفى. الاهالي فين؟ الناظر فين؟ مدير المستشفى فين؟ الله اعلم. دمرت القوات ايضا نفق لاختباء الافراد بعمق 2.5 متر تحت سطح الارض مبطن بالخشب وبطول 130 مترا، وفي نهايه حجره لاختباء الافراد اهو المكان اهو ده فين؟ برضه في اللافتات. ايه قريه اللافتات دي؟ عايزه معلومات اكتر عن هذه القريه. ايه القريه اللي قوي ارهابيين بهذا الشكل؟ ده النفق. النهارده في قرار له معنى ومغزى اصدر الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين السيد محمد عرفان جمال الدين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية. والتقاه الرئيس وهنأه بتولي المنصب الجديد وتمنى له النجاح والتوفيق و و و و محمد عرفان جمال الدين ده مفيش قبله لواء. احنا دايما كانت هيئة الرقابة الإدارية بتبقى لواء، المخابرات دايما كان بيجي لها لواء او حد من بره، المخابرات العامة، الامن الوطني كان ممكن يجي حد من الداخلية. واضح ان هناك نهج مختلف ورؤية لدى السيد الرئيس، اختيار القيادة من داخل المؤسسة. في الأمن الوطني من داخل المؤسسة، في المخابرات العامة من داخل المؤسسة، ما جاب لهمش حد من بره. فهيئة الرقابة الإدارية من داخل المؤسسة. مين هو الأستاذ محمد عرفان جمال الدين؟ هو مواليد عام 56 زي ما باين قدام حضراتكم، معاه بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه دفعه 82،
اشتغل في الرقابة الإدارية من 86، تولى وتدرج في المناصب في هيئة تولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على الوزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية. خد العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد، منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 95، دورة بدولة فيتنام عام 2000، دورة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة 2002. صاحب إنجازات كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية، منها تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، إعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية. طيب خلونا اللواء خالد عبد الرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية. مساء الخير يا سيادة الوكيل. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. سيادة اللواء، ما معنى اختيار السيد محمد عرفان جمال الدين من داخل الجهاز لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية؟ الحقيقه هو ده استكمال النهج السيد رئيس الجمهوريه طلع عليه. الرئيس السابق لهيئه الرقابه الاداريه السيد محمد عمر وهبي ايضا كان من اعضاء هيئه الرقابه الاداريه، وده استكمال لهذا النهج في ان يتولى رئاسه هيئه الرقابه الاداريه احد اعضاء الهيئه. نعم. ماذا لدى السيد محمد عرفان جمال الدين جديد يمكن أن نتلمسه في أداء الرقابة الإدارية في المرحلة المقبلة؟ هو بإذن الله إن شاء الله، يعني إحنا يعني حقيقة مصر كلها بعد قيام ثورتين متتاليتين يعني بقت بتحلم بشكل جديد وحياه جديده وجوده في طبيعه الحياه والخدمات المقدمه للمواطنين، وان شاء الله هو ده هيئه الرقابه الاداريه ناويه تتجه ليه مباشره وفقا للتكليفات والتوجيهات اللي كانت النهارده من السيد رئيس الجمهوريه للسيد محمد عرفان رئيس الهيئه. الواضح جدا ان السيد رئيس الجمهوريه بمركز على بعض المهام والنقاط كأولويات في العمل في هذه المرحلة اللي احنا فيها. يعني أذكر منها على سبيل المثال ويعني نقط سريعة جدا عشان ما أعطوش حضرتك. اتفضل. أول حاجة إن الجهاز الإداري للدولة يتم تزيين كافة العقبات أمامه للقيام بدوره بكفاءة وهم بفاعلية. احنا ملاحظين طبعا ان في تحركات وجهد كبير بيبذل من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ومن القيادات في الدولة. المهم ان الكلام ده كله يوصل للمواطن البسيط في الشارع وهو بيتعامل مع الجهة الحكومية او هو بيطلب خدمة من اي جهه من الجهات اللي بتقدم خدمات المواطنين. يكون في نوع من الاحساس بعداله تقديم الخدمه زي ما هتقدم لسعادتك او ليا لابسط واحد من الشعب المصري. كمان كان في تركيز مهم جدا على دفع عجله الاستثمار ودعم المستثمر الجاد مع التاكيد على يعني مصطلح المستثمر الجاد. سيادة اللواء انا بس واقف اكد ايضا على ان مواجهه الفساد هتكون في كافه مواقع الدوله وعلى مختلف الدرجات. هو ده اللي انا كنت بساله، فكره البسيطه، فكره المواجهه السابقه او التصدي المسبق، يعني مش لازم نستنى لما الجريمه تقع. واضح ان في دور لمنع الفساد من المنبع. بالظبط. حضرتك سامعني؟ سمعت ان حضرتك بتقول لحد منع الفساد من المنبع. سياده الرئيس في لقائه بالاستاذ محمد عرفان قال له
تحدث معه عن رصد حالات وقائع الفساد والتصدي لها بشكل مسبق. مسبق ده يعني من المنبع، قبل ما تبقى فيه يبقى فيه فساد نحاول نمنعه. بالظبط. ايه الآلية اللي ممكن تتبعها هيئة الرقابة الإدارية لمنع الفساد من المنبع؟ الحقيقة هيئة الرقابة الإدارية منذ نشأتها يعني وهي عندنا اتجاه في مكافحة الفساد أو في منع الفساد اسمه الرقابة المنعة. نعم. الرقابة المنعة ده اللي ساعات بتتكلم عليه بالظبط، إن أنا بواجه الفساد من بدايته. بقاوم الظاهرة منذ نشأتها، بحاول أجيب أسبابها الرئيسية. النهاردة عقد لقاء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الهيئة محمد عفان، كان يعني لتفعيل الدور بتاع الرقابة المنعة، دراسة إنشاء إدارة خاصة بالرقابة الوقائية. الرقابة الوقائية دي هتكون مهمتها بحث أسباب انتشار الفساد والعمل على القضاء عليه لمنع الفساد قبل وقوعه. والمهم جدا في الرقابة دي إن هي تبتدي تشتغل على مفاهيم النزاهة والشفافية وكيفية نشرها للكافة، سواء المواطنين والموظفين. وطبعا هنستغل الدور البارز من الإعلام، كمان هنستغل المناهج الدراسية لكافة مراحل التعليم نبتدي من المرحلة الابتدائية، زي ما شفنا في تجارب كتير في دول أخرى كان ليها الحقيقة أثر ناجح جدا يعني. ربنا يوفق السيد محمد عرفان جمال الدين الرئيس الجديد لهيئه الرقابه الاداريه. بشكر السيد اللواء خالد عبد الرحمن وكيل جهاز الرقابه الاداريه. توجه محمود ان يتم اختيار القيادات من داخل المؤسسات طول الوقت، ما حدش هيعرف يدير مؤسسه الا اذا كان جزء منها ولدينا كفاءات عايزه فرصه. فهذا توجه من الرئاسه، انا شايفه توجه جيد جدا في هذه المرحله. أجناد مصر اعترف بمقتل مؤسسه اللي هو همام عطية، اللي نجحت قوات الشرطة في مواجهته وقتله داخل منطقة الطوابق بفيصل، وتم تعيين أحد قيادات تنظيم اسمه عز الدين المصري، وطبعا هيبقى له اسم تاني يعني عز الدين المصري والأولاني مجد الدين المصري، ودي مش أسماء حقيقية طبعا. كندا بتدرك تنظيم ولاية سيناء، من يطلق على نفسه ولاية سيناء اللي هم أنصار يهودا اللي موجودين في سيناء أدرجوهم على قائمة الإرهاب. وقال وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ الكندي إن الحكومة أعلنت إضافة تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي على قائمة الكيانات الإرهابية. وقال إن الهدف الرئيسي لتنظيم ولاية سيناء يشمل الجيش المصري وقوات الأمن والمدنيين والمصالح الاقتصادية. وقال ان ضم الكيان ده يسمح بفرض عقوبات ضد الاشخاص او المنظمات التي تتعامل او تمول الكيان المدرج، فضلا عن ان المشاركه او المساهمه في اي نشاط للكيان المدرج يعد جريمه لتعزيز قدرته على تسهيل او تنفيذ نشاط ارهابي. امرت نيابه الشؤون الماليه والتجاريه بسرعه ضبط واحضار ريان جديد في واقعة اتهامه بالنصب على مواطنين اللي انا كنت بكلمكم عنه امبارح، اسمه هاني لطفي عواد الهارب الى دولة الامارات العربية المتحدة ومعاه 11 متهما اخرين. دول خدوا من المصريين كام؟ 500 مليون دولار. كام؟ ايه ده؟ واحد قدر يضحك على مصريين وياخد منهم 3.5 مليار؟ اكتر من 3.5 مليار. الاخ هاني ده هو هربان بقاله فترة، ضحك على الإليت، على الصفوة، على ناس معاها فلوس وبتشتغل في شركات أجنبية وعندهم شركات وبتاع، وبدأ يديهم أرباح لحد ما خد الفلوس وكت، وكانوا خايفين يبلغوا عنه. والله العظيم قاعدين ما يقرب من سنة بيقول لهم لو بلغتوا مش هتاخدوا ولا مليم، أنا مستني الشركة الوسيطة اللي فين، أصل أنا ببعت لندن أمريكا بترد عليا. متعلمين ومثقفين عشان ما تزعلوش من أهلنا في الصعيد بتوع المستريح، طب دول ب10 و15 وكم مليون قليلين، لكن اللي دفعوا 500 مليون دولار مش عارف اقول ايه. قلت تاني هو مش طمع بس، هو طمع وجهل وسوء مسدود مش عارف يفتح مسامه ويستوعب الفلوس دي. الفلوس دي لو لها مسارات اقتصاديه داخل مصر
ما كانش في نصاب خدها وضحك على الناس وخلع. النيابه خاطبت الجهات المختصه والانتربول الدولي بوضع اسماء المتهمين على قوائم الترقب والوصول للقبض عليهم. 540 ضحيه في هذه القضيه. قضيه اليوم انا مكسوف منها في طرحها، وهي خاصه بالحوار المجتمعي حول الانتخابات الذي اجراه السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع عدد من ممثلي الاحزاب والقوى السياسيه. شوفوا ناس كتير ما راحتش، وناس راحت اتخانقت، وبتقال في الحوار حاجات كوميديه، منها الرئيس يعين المجلس ونخلص، منها مش عايزين انتخابات اصلا، حاجات من هذا النوع، ومنها اتهامات مباشره للحكومه بان هذه اللقاءات ديكوريه، وان رئيس الوزراء بيقول كلام متناقض مع اللي بيقوله وزير العداله الانتقاليه، وان المهندس ابراهيم محلب بيقول كله مفتوح للحوار، وزير العداله الانتقاليه بيقول احنا بنتكلم فيما جاء من المحكمه الدستوريه فقط، وكما خرجوا كما دخلوا. الاستاذ حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد، اهلا وسهلا استاذ حسام. اهلا يا استاذ خيري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ حسام. النهارده كان في تصريحات للمتحدث الرسمي للاخوان ان اللي بيحصل ده مش حوار، ده تمثيليه. هما دايما يعني هو على اي حاجه هما هيقولوا حاجه، ده واخد خط طبيعي. يعني انا دايما ما بعولش الحقيقه من بعد ما الاخوان سقطوا 30/6 من الشعب المصري، الفزاعه دي الحقيقه راحت من جوايا. الفزاعه بمعنى الفزاعه، الاخوان كانت فزاعه ايام مبارك ما عشنا فيها، كان لهم تنظيم، كان الشعب جزء كبير من الشعب متعاطف معاهم ومش فاهمهم. ربنا كرمنا بسنة الشعب كله فهمهم وتحولوا لمنظمة إرهابية بيقتلوا الشعب، مش مع حكومة ومش مع جيش ومش مع شرطة، دول بيقتلوا الشعب. فهم انتهوا شعبيا، وما دام انتهوا شعبيا وحضرتك عارف وأنا عارف وأمن الدولة زمان كان عندها الملفات إن هم، أنا بتكلم العدد التنظيمي بتاعهم ما يجيش 300-400 ألف، وبالتالي هذه الفزاعة راحت من دماغ الحكومة. نعم. حوار بقى عشان كده، لان في حد في الحوار، انا حضرت اول جلسه بس ممثل عن حزب الوفد الحقيقه، وما حضرتش الثانيه والثالثه، لان المفروض ما دام حزب حضر وقال وجهه نظر ويدي الفرصه للناس الثانيه ما نروحش دايما ونقول نفس الكلام. انما الحقيقه برضه في حاجه، رئيس الوزراء الاستاذ ابراهيم محلب اللي احنا بجد بنعزه وبنحترمه فعلا كان بيتكلم من قبل ما نروح اللقاء على انه حوار مفتوح، على ان كل حاجه ممكنه للاصلح للاصلح لمصر. نعم. وبالتالي احنا كنا رايحين الكل رايح على هذا الاساس. نعم. وجينا حضرتك عارف ان هم 3 جلسات، اول جلسه اللي انا كنت فيها كانت اكثر انضباطا الحقيقه، ولكن برضو كان فيها احزاب انا مش عارف اسميها وجايز يكون العيد مني. حضرتك عارف ان احنا عندنا 96 حزب كما اعلم يعني. ممكن النهارده كانوا 100، ممكن يبقوا بكره 110، هو الحزب بيتقام بالاخطار. والاخطار ان حضرتك تأجر شقه او تجيب ناس او تعمل حزب. هنا بقى تنظيم الحوار كان في شيء من العجب شويه. عبث. انا العجب. العجب. انا لما اجي اسمع، انا لما اجي اسمع احزاب، لان ده بيسيء للاحزاب، الكلام اللي طالع ده لاحزاب مختلفه، اللي مزعلني لاول مره أول مرة أحزاب مصر، مش هقول المعروف، أنا ماليش دعوة بالمعروف ولا ليا دعوة بالتاريخ، إنما أنا هحكم على آخر مجلس شعب، آخر مجلس نواب موجود. النواب المدنيين مثلا كانوا تقريبا من 10-11 حزب. ال 11 حزب دول مضوا على تقسيم مثلا طلب اللي هو تقسيم الثمان دوائر، دي أول مرة تحصل. أول مرة ال 11 حزب دول يتفقوا. تمام. قول لي حضرتك بقى، ما في احزاب ثانيه زي اللي كان بيطلع من حد من الافاضل في اللجنه يعني، الاحزاب لا تتفق. انا ما اعرفش مين دول يعني. انا الحقيقه انا كنت قاعد بسال الاستاذ مصطفى البكري كان جنبي، مين اللي بيتكلم؟ احترامي للجميع، يقول لي ما اعرفش. ابص ورايا اسال الاستاذ سامح عاشور، طب مين الاستاذ اللي بيتكلم؟ اقول لي ما اعرفش. وبعدين الكلام ايه؟ 4-5 احزاب مثلا في اللقاء عندنا رايحين يسقفوا من الاول. طب انت ما دام عاجبك كل حاجه في الدنيا انت جاي ليه؟ يعني ما دام انت معجب بكل حاجه اللجنه عملتها وهتعملها طب انت جاي ليه؟
فاللي انا خايف منه استاذ خيري مش هذا اللقاء ده، انا بتكلم مش هذه مش التجربه دي. نعم. انا خايف منه نستخدم هذا الاسلوب ان كل حاجه الاحزاب لا تتفق. يعني انا اسهل ما عليا وبعد حضرتك انك تجيب 7-8 احزاب لا نعلم عنهم حاجه ويقولوا موافقين. نعم. وبالتالي الحوار كان المفروض بيتاخد على 3 اجزاء. الجزء الاول ده رايي الاحزاب اللي كان لها نواب تفصل شويه، وعلى فكره مجلس الشعب القادم او مجلس النواب هيغير، في ناس تدخل وفي ناس تطلع وده المنطق. نعم. دي الاحزاب اللي بقول لها وجود. بعد كده الاحزاب بقى الكتير، وانا الحقيقه انا بطالب بشكل شخصي ان البرلمان القادم لازم يطلعوا قانون حريه تكوين الاحزاب دي، انا متفق فيه، بس اول برلمان ما ينعقد بقى الحزب اللي مالوش نائب، وهنا بتكلم نائب ما بقولش 5 ما بقولش 10، ده لازم يتلغي. لازم، والا هنوصل ل 400 حزب، لان الحزب حضرتك زي ما بقول لك اجر شقه وهتقابل رئيس. تمام. ما هو الرئيس لما يجي يعني. طب استاذ حسام اتفضل. رئيس الوزراء قال كلام زي ما بقول لحضرتك واحنا داخلين الكل مفتوح. اما دخلنا حد من اللجنه، هي عضو واحد من اللجنه قال يا جماعه احنا بقى مش عاوزين نرجع لاي حاجه المحكمه اتقالت عليها، ونتكلم بس على ايه؟ على المحكمه الدستوريه قالت عليها نعدله. معنى كده ان انت بتتكلم في كام دايره فردي؟ عباره عن ارقام احنا عارفينها، طب انتوا جايبيننا ليه؟ تمام. دي ارقام حسابيه. نعم. حضرتك فاكر الثمان دوائر والاربع دوائر اللي بتكلم عليهم وان احنا عاوزين نعدله؟ طبعا. احنا عاوزين اللجنه نفسها، اللجنه الموقره دي، لما جت تعمل الدائرتين ال 45 اللي احنا عاوزين نعدلهم، اللي انا مسمي واحده دائره السودان والدائره دائره الجمهوريه، عملتهم يا استاذ خيري جمعت 15 و15 و15 وعملوهم 45. تمام. المحكمه الدستوريه حكمت بدستوريتها لانها محققه الكوت ال 15 وال 15 وال 15. احنا بنطالب بفصلها لا اكثر من كده. طيب استاذ حسام، هل تعتقد كما قال السيد رئيس الوزراء ان الانتخابات يمكن ان تجرى قبل شهر رمضان المقبل في شهر 6 الجاي؟ اتمنى بس لا اعتقد. تتمنى ولكن لا تعتقد. بشكرك جدا استاذ حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد، معي السيد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سياده السفير. يا فندم تحياتي. اهلا بك يا فندم. سياده السفير، ما هو تعليقك على ما يقال من ان هذه اللقاءات لقاءات ديكوريه، وان السيد رئيس الوزراء يقول كلاما مختلفا عن ما يقوله وزير العداله الانتقالي؟ يعني هي الجلسات الثلاثة كان الغرض منها الاستماع إلى المقترحات من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في وجود اللجنة المعنية بتعديل قانون الانتخابات اللي بيرأسه السيد وزير العدالة الانتقالية. كان هناك آراء قيلت داخل تلك الاجتماع، الكثير منها آراء قيمة ومعتبرة ويجب وسيؤخذ بها أو ستتم دراستها داخل اللجنة، من ضمن أيضا مقترحات أخرى وردت إلى تلك اللجنة قبل حتى عقد تلك الجلسات. وبناء عليه كان من الجيد جدا الاستماع إلى تلك وجهات النظر، وبكل يعني ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الاختلاف أو بعض التباين بين آراء الأحزاب المختلفة، وده شيء وأمر طبيعي سنراه في جلسات الاستماع وسنراه داخل مجلس البرلمان حينما ينعقد إن شاء الله. ولكن في كل الأحيان كان السيد رئيس الوزراء بيؤكد دايما أنه الحكومة تحرص على إجراء الانتخابات في أسرع فرصة ممكنة، وأنه يعني يود أن يستكمل خارطة الطريق السياسية بعد أن أتمت الحكومة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، والآن بقيت الخطوة الأخيرة. وفي كل الأحوال يعني كان الاجتماعات يعني إيجابية في بعض المقترحات، البعض كان يود أن يعود إلى دراسة كافة جنود قانون الانتخابات، البعض الآخر رأى أنه يجب البناء على الخطوات التي الإيجابية التي كانت واردة في مشروع القانون السابق وأقرتها المحكمة الدستورية، وبناء عليه ينحصر المقترحات والتعديلات فيما طلبت المحكمة الدستورية العليا من إجراء على الجنود التي طلبت إجراء تعديلات عليها. وأنا في التقدير يعني أن هي دي وجهة النظر اللي لاقت قبول أغلب المشاركين في تلك الجلسات. والآن تقوم اللجنة الخاصة برئاسة السيد وزير العدالة الانتقالية بدراسة كافة
المقترحات التي قامت بتلقيها سواء قبل جلسات الاستماع أو خلالها، وستقوم بتضمينها في مشروع القانون الانتخابات الجديد، وسيعرض إن شاء الله على مجلس الوزراء لإقراره، من ثم يمكن رفعها للسيد الرئيس لإقرارها. طيب أنا عندي لبس في الجزئية دي سيادة السفير، يعني هو هياخده بكل المقترحات ولا هنصل إلى ما قضت به المحكمة الدستورية؟ وإذا كان ما قضت به المحكمة الدستورية ما كناش محتاجين حوار، لا حوار مجتمعي ولا أحزاب، هناخد ده المحكمة الدستورية قالت ده، اللجنة المشكلة هتعمل التعديلات الدقيقة اللي طلبها المحكمة الدستورية. يعني كان دائما مطلب من الأحزاب وممثلة القوى السياسية أنه يكونوا جزء من النقاش والحوار اللي بيتم حوالين مشروع القانون والتعديلات التي ستجرى عليه، سواء زيادة القوائم، والبعض اقترح زيادة عدد المقاعد الفردية، وكثير تحدثوا عن توقيت بدء تلك الانتخابات لأنها بتتزامن مع شهر رمضان أو بتتزامن حتى مع توقيت عقد الامتحانات بالمدارس، والمدارس طبعا هي مقر إجراء طبعا تصويت الانتخابات، فده أيضا عنصر حاكم في إجراء العملية الانتخابية. فكان من الجيد أن يتم الاستماع، ولنا أن يعني إذا لم تعقد مثل تلك الجلسات لكان هناك رأي آخر، لماذا لم تعقد تلك جلسات؟ احنا مش بندور على تقال ليه عقدت وليه ما عقدتش، إذا كانت هتعقد ولا يؤخذ بها يبقى كان تضيع وقت. لا بكل تأكيد، يعني كان هناك آراء قيمة جدا، ويعني لا أريد أن أصدق ما ستنتهي لي عمل اللجنة داخل وزارة العدالة الانتقالية من نتائج ما ستنتهي لي من تعديلات، ولكن يعني في التقدير أن هناك آراء قيمة جدا تم الإشارة إليها خلال تلك الجلسات الثلاثة، وإن كان هناك أيضا آراء أخرى قد تكون محل تقييم من جانب أعضاء في أحزاب كانت مشاركة أيضا في تلك الجلسات. سيادة السفير، هل تعتقد أن الحكومة جازمة وأن الانتخابات ستجرى قبل شهر رمضان المقبل ومرحلة أولى، وبعدين نقعد شهرين ثلاثة على ما نرجع للمرحلة الثانية، ولا قد يتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الامتحانات والعيد إن شاء الله؟ يعني هو التأكيد رئيس الوزراء أنه يود أن تبدأ بالفعل قبل أولى خطوات الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، وإلا يتم تأجيلها لما بعد شهر رمضان، ولكن الأمر هيكون مرجعه أيضا إلى وزارة العدالة الانتقالية وما سيتم عرضه في مشروع القانون ومن ثم إجراءه، ولكن التوقيتات المختلفة بتعلنها اللجنة العليا للانتخابات، هي اللي بتعلن عن التوقيتات الخاصة بالترشح والصمت الانتخابي وما إلى تلك الخطوات يعني. لكن تأكيد الحكومة وتأكيد رئيس الوزراء أنه يود أن هي تعقد في أسرع وقت، وقد يكون هذا قبل شهر رمضان المبارك إن شاء الله، ولكن إذا كانت هناك اعتبارات أخرى خاصة بمواعيد الامتحانات وعدم إتاحة المدارس لإجراء تلك الانتخابات، فقد ترى اللجنة فعلا أنه تبدأ في توقيت آخر غير هذا، ولكن الرئيس الوزراء أكد أنه يود أن تبدأ تلك الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله. مشكورك جدا السفير حسام القويشي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. وبمناسبة مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب قرر تخصيص رقمي تليفون تابعين لمركز المعلومات بمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى عن عدم التزام أي منشأة طبية جامعية أو خاصة أو استثمارية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة طبقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء. يعني لو لا قدر الله، دي الأرقام ها، لا قدر الله حد راح مستشفى خاص استثماري ودخل وقالوا ما أنا تعبان، أنا ده عامل حادثة لا قدر الله وعايزينه يتعالج، ويدخل المستشفى ملزمة بإنها تدخله وتعمل له الإسعافات لمدة 48 ساعة، وده مش ببلاش، الحكومة بتدفع بعد كده، لكن ما تقولوش ادفع الأول، اللي المستشفى تقول له لأ، يتصل بالنمر دي، النمر دي لما ترد علينا نقول لها إيه؟ نقول لها الكلام، نقول لها إن إحنا رحنا مستشفى كذا وعندنا أزمة. احنا بنحاول نتصل بالنمرتين، هما لسه معلنين لنمرتين مشغولين، هنفضل وراه، خلوهم على جنب كده وخلوكم معاهم، بس يا رب ما حدش يلحق يقول لهم الحقوا وردوا، تبقى المسألة بجد يعني. السلام عليكم. الو الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك، انا معايا مصاب في حادث في 6 اكتوبر، ممكن اتوجه لمستشفى ايه وتقبله؟ مصاب في حادث في 6 اكتوبر يا فندم؟ 6 اكتوبر فين يا فندم؟
انا في 6 اكتوبر عند مدينه الانتاج الاعلامي. طب اقرب مستشفى المعاليك ايه يا فندم؟ خاصه اقرب مستشفى فيه مستشفى خاص اللي هو دار الفؤاد. دار الفؤاد توجه حضرتك مستشفى دار الفؤاد يا فندم. اتوجه مباشره، انا عندي مشكله ما معيش فلوس دلوقتي، هل في مشكله؟ لا يا فندم مفيش مشكله، حضرتك في قرار السيد رئيس الوزراء يا فندم بيقول اي مستشفى خاصه جامعيه او خاصه استثماريه. ثانيه واحده. طب ان ما قبلتش اعمل ايه؟ اكلمكم تاني؟ اي يا فندم لو المستشفى بتكشي حاله حرجه خاصه حادثه او طوارئ حضرتك بتوجه لي بالاتصال، دي بناء تعليمات السيد رئيس الوزراء، هنتابع مع سعادتك لغايه تدخل سعادتك الحاله في المستشفى. انا بشكر حضرتك جدا. تحت امر معاليك يا فندم. بشكرك. طب لازم اتابع مع سعادتك يا فندم، حضرتك دلوقتي بتشتكي ولا؟ لا انا بسال فقط. طب لا حضرتك بتقول لي انا بسال فقط. نعم يعني علشان احدد اتجاهي بس. لا يا فندم في حاله مع سعادتك، عشان انت حضرتك ما ينفعش تختبرني، انا هنا بتكليف من السيد رئيس الوزراء ان انا اساعد سعادتك. تمام. لو معاك حاله اديني التليفون سعادتك عشان اتابع معاك، وعندنا امر مباشر من السيد رئيس الوزراء، لو في اي مشكله اتصل بالسيد وزير الصحه مباشره. طيب انا احييك اولا، انا خير رمضان انت معانا على الهواء في برنامج ممكن. اهلا وسهلا يا استاذ خير. اهلا بيك، وكنا بنقول الخبر وبنعمل تجربه مباشره على التليفونات اللي اعلنت النهارده، فبنحييك جدا على الاستجابه. الله يخليك يا خير. والاداء الراقي والمحترم. الله يخليك يا فندم خير بيه، احنا تحت امر حضرتك. لا احنا تحت امر البلد، كتر خيرك. وكلنا في خدمه مصر طبعا. تمام. وكلنا رجاله طبعا، ولازم نبقى لازم نشتغل يا فندم عشان انا بحييك حضرتك. واتمنى ان كل زمايلك يبقوا بنفس الروح والاداء بتاعك. ربنا يخليك يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي احمد خلف فندم، مكتب السيد رئيس الوزراء. اهلا وسهلا. الحالات الحرجه والعاجله. بشكرك جدا يا استاذ احمد. بتتلقوا التليفونات على مدى ال 24 ساعه؟ 24 ساعه يا فندم تحت امر معاليك. متشكر لحضرتك جدا يا فندم. حضرتك. شكرا يا استاذ احمد. والله ده حاجة حلوة قوي يا جماعة، ده المسألة بجد. يعني ما كانش عندي أمل، هو محرج كده، بس المسألة بجد. وإيه الرقي في الحوار والأدب والتدقيق، ومش سفلقة ومش خلصنا وحضرتك وتفضل وروح وكلمنا وأنت مين وإديني رقم التليفون، إيه الحلاوة دي؟ ده حاجة بجد يعني، يا رب يا رب تكمل كده. طيب أردوغان الرئيس التركي بيطلب الإفراج عن مرسي قبل تحسين العلاقات مع مصر. قال الكلام ده للصحفيين بعد ما رجع من زيارة رسمية إلى إيران. يا ريتك تخليك في إيران، وما احناش عايزين تحسين العلاقات معاك يا سيدي، وابعد عن تدخلك في شأننا، وروح طلع المساجين اللي عندك والقضاء والضباط وملكة الجمال والناشط والطفلة اللي انتقدتك ودخلتهم السجن، روح طلعهم قبل ما تتكلم عن الديمقراطية. خليك مع المدعي العام اللي اتقتل عندك، والفضل ليك، خليك في قضايا الفساد المتهم فيها أنت وأسرتك، فحلت القضاء والشرطة وبهدلت الدنيا، انشغل بشأنك الداخلي واتركنا لشأننا، مش عايزين مصالحتك. لا تصالحنا أنت، وهو أنت مستني تحدد لنا مصر تصالحك إزاي؟ ده أنت بتحلم. حبيبي أنت عندك أحلام في هذا الوطن، أحلام الإمبراطورية الهوس القديم اللي عندك، والإمبراطورية القديمة التي تتناقض مع فكر الإخوان الذي تنتمي إليهم. أنت مشروعك مختلف عن مشروع مصر، ومشروعك مصر جزء منه، والمنطقة بدورك بالدور اللي بتقلل فيه دور مصر وبتحاول تحاصره، واتجاهك شرقا وغربا، ودعمك للدواعش من ناحية، واتجاهك إلى إيران، واللعب في سوريا، كل الأدوات اللي بتعملها دي اللي واقفة لك، والألم الحقيقي بالنسبة لك، والعقبة الحقيقية علشان تقدم نفسك لأسيادك الذين تريد أن تنتمي إليهم في أوروبا، لأنك تفقد بلادك صاحبة التاريخ الهوية، آخر شيء تفكر في مصر. لن تكون لك، ولا نريد طول ما أنت في الحكم مصالحتك، فلتولي بعيدا، اذهب كما جئت. النهاردة العميد ركن أحمد العسيري المتحدث باسم عاصفة الحزم، وأنا لما بقول النوعية دي من الأخبار بحاول أشير إلى من يريد إشعال الفتنة بين مصر ودول التحالف. فيديو قيام الطائرات المصرية بقصف مواقع الحوثيين باليمن، وقال في مؤتمر صحفي النهاردة وهو بيعرض النتائج العسكرية، مش من صالح التحالف أبدا أن يعلن عن كل العمليات التي تقوم بها الدول الشقيقة، ولكن الطائرات المصرية قصفت معسكر بنجاح فائق.
وقال ان احنا قوات التحالف بتقوم بنقل المساعدات الى الشعب الناحية اليمني من ناحية، وامداد اللجان الشعبية بالدعم اللازم من ناحية اخرى. وعلى صعيد اخبار الحرب التي نتمنى ان تنتهي على خير ويجلس الحوثيين على مائدة التفاوض ويبطلوا العناد، لن يكون هناك ايادي لايران في هذه المنطقة. من اراء الدكتور عمرو حمزاوي اللي هيكون معاه من شويه، العالم العربي هو اللي اخطا وسمح لايران بهذا الوجود وسمح لها بهذا التمدد في هذه المنطقه، وان كان له تحفظ على الحرب على الحوثيين. النهارده طائرات عاصفه الحزم ضربت مواقع للحوثيين في تعز، والحوثيين بيسيطروا على منطقه في شبوه، عاصمه شبوه. اخيرا بقى وهختم بده، فجر السعيد، الإعلامية فجر السعيد الكويتية تم التحقيق معها النهاردة في أمن الدولة الكويتي بسبب بلاغ من الخارجية المصرية، سفارة مصر في الكويت، لأن قناة سكوب اللي بتمتلكها الكاتبة الكويتية فجر السعيد استضافت نائب برلماني سابق كويتي صليط اللسان، هو يتطاول في الكويت وتطاول على مصر، ومش أول مرة هو بيتطاول كثير. فالسفارة المصرية أبلغت، تقدمت بمذكرة وبلاغ ضد فجر السعيد وضد الدويلة ده. فجر كتبت عبر صفحتها كلمات، هقول كلماتها وبعدين أقول لكم رأيي وبعدين أطلع فاصل. قالت: فاكرين القضية اللي رفعتها سفارة مصر على قناة سكوب عشان بث لقاء مع ناصر الدويلة؟ بكرة مستدعينا، هي كانت بدأ امبارح، أمن الدولة الكويتي للتحقيق بناء على طلب السفارة المصرية وشكواها للخارجية الكويتية واحتمال نتحجز فيها. شكرا سفارة مصر. وقالت: اللي صادمني إن ده جاي من اللي بنحبهم، إحنا ما بنخافش، أنا فتحت صدري في عز عهد الإخوان، أنا فتحة صدري لأن دي مصر اللي في دمي اللي بحبها اللي قالت كلام كله محبة. أنا لدي سؤالين: ماذا لو نحن في إعلامنا قد نستضيف ناس وقد إحنا كمذيعين نتحدث في شأن دول بطريقة سيئة، وهذا يحدث الآن ودول صديقة وليست عدوة، هل سنقبل أن سفارة من السفارات، هل أقبل أن سفارة السعودية تتقدم بالبلاغ للنيابة العامة ضد إعلامي مصري وتطالب بالتحقيق معاه؟ هل هقبل ان سفارة الامارات تقوم بهذا الدور لانها شايفة ان في تجاوز او استضافنا حد اخطأ؟ طيب هل يمكن فعل هذا مع واحدة فتحة صدرها واقفة مع مصر ضد الاخوان طول الوقت؟ بتحب الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، تحبه، بتحب الجيش المصري، بتعشقه، داخلة معارك ضد الإخوان طول الوقت على وسائل السوشيال ميديا، يعني طب ابعتوا لها ملاحظة، طب اطلبوا منها حاجة، طب استدعوها تشرب فنجان قهوة مع السفير. لكن وزارة الخارجية وهي بتقول أنا مش زعلانة، ممكن السفارة تعمل ده، لكن بعد ما الموضوع شاع مفيش أي كلمة من الخارجية المصرية؟ يعني وهي بتسأل أنتوا ليه بتعملوا في اللي بيحبوكوا كده؟ أمال هتعملوا في أعدائكوا إيه؟ هو تصرف غريب، كنت أتمنى ردا من الخارجية المصرية. فجر السعيد استضافت واحد أخطأ، من قدم بلاغ ضد الأخطأ؟ واحد صليط اللسان معروف في الكويت ومعروف بانتماءاته، التقدير الخاطئ في الاستضافة ماشي وارد، لكن تجيب فجر السعيد؟ يبقى باقي لك مين؟ ده أكتر واحدة في الخليج كله داخلة لك المعارك. يبدو الأمر غريبا، وما لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه للآخرين. بعد الفاصل، مكتب السيد وزير التعليم اختارنا دلوقتي انه امر بالتحقيق مع كل الذين ظهروا في الفيديو اللي ذعناه على حضراتكم من شويه. اتمنى زملائي الاعزاء تختاروا مكتب السيد وزير التربيه والتعليم، ان احنا عايزين نبعت له الفيديو عشان يشوف الشخص اللي ظهر ده كان عامل ايه في الفيديو، بس في وسط الناس وقدام الطلبه. بعد الفاصل، ضيف العزيز دكتور عمرو حمزاوي، حوار مفتوح حول المنطقه وما يحدث فيها ورؤى حول التحالفات الحالية، مجموعة من التناقضات الغريبة، القاعدة، داعش، الإخوان يحاربون الحوثيون، الحوثيون زائد علي عبد الله صالح اللي كان ضد الحوثيين بيحارب على الحدود السعودية، المعادلات الملخبطة في المنطقة دي كلها، أمريكا تتحالف مع إيران
وأمريكا جزء من التحالف لضرب الحوثيين في اليمن ضد إيران. هو إيه؟ إيه اللخبطيشن اللي إحنا فيه ده؟ إيه العالم والطبخة اللي بتحصل فيه؟ كيف نستخدم؟ وهل نستخدم برضانا ولا مصالحنا؟ ولا هذا الاستخدام مؤقت؟ وهم الأمريكان ما بيعرفوش المؤقت، ولا العالم الكبير ده بيعرف المؤقت، عنده خطط طويلة المدى، وإحنا دايما مفعول بينا، دايما بنشتري السلاح عشان نقتل بعض بيه. بعد الفاصل عمرو حمزة. عندي 8 سنين وانا واقفه مع والدي في المحل نوت. احنا 6 بنات وولد. الولد ربنا افتقه ومات بعد ما خد الثانويه العامه، واحنا 6 بنات كلنا متجوزين. من بعد والدي ما توفى انا نزلت وقفت في المحل، اتجوزت وبرضه استمريت ان اقف مع والدي في المحل. جه وابويا مات وهو واقف شغال في المحل هنا، قال قلبي عبال ما ودوه مستشفى الهلال كان السير الالهي طالع. بنزل الساعة 2 من بيتي، 2:30 بالظبط بنزل من بيتي بأمانة، 2:30 بركب الميكروباص. جميع سواقين الميكروباص كلهم عارفين أم محمد، بركب مع سواق الميكروباص. أول ما باجي بتصل بتاع الكبدة، أهم حاجة بتاع الكبدة، أتصل بتاع الكبدة أنا جيت في المحل خلاص، يجيب لي البضاعة اللي أنا عايزاها والقوطة والفلفل بيجيبهم معاه. بعديها بساعة أتصل بتاع العيش، بجيب زيتي وأنا جاية من المطار من هناك وأجي الحتة دي، باجي أفتح وأوضب حاجتي وبقعد اشطب حوالي على الساعه 1 بالكتير او الظهر. والله انا زبايني يعني مش قادر اقول لك، زبايني من شركه البترول ومن عند القضاء العالي وبالتليفون. 15 رغيف ولا 15:30؟ 15 رغيف. القطه بتاعتهم بقى ولا جوه؟ بره. ماشي، طب ربع ساعه كده لان قدامي طلب هطلعه واعملهم لك على طول. كان بينه وبين والدي ما بينه وما بين الشركه اللي مأجرين منها مشاكل، هم واخدين ياخدوا مننا الايجار، فوالدي الله يرحمه كان بيحطه في محكمه العباسيه عادي. فجينا بعد ما والدي توفى جينا بنحط في البتاع او نفس المحامي، قومنا محامي تاني راح بعد ما حطينا كام شهر كده. عامه مش انا لان انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، اختي بقت تروح تدفع. بعد كده المحامي قال لها ما تروحيش تدفعي لان هم واخدين ياخدوا الايجار. من قيمه شهر لقيت تليفون جاني من واحد هنا في المنطقة، الحق الحاجة بتاعتك بره، كسروا وقفل المحل ورموا لي الحاجة كلها بره. طب أنا يا جماعة ما بعرفش ولا أعمل أي حاجة وكده، طب سيبونا شهر وشوف إحنا هنعمل معاكم إيه واللي أنتوا عايزينه. غلوا الإيجار وأنا في العين، قال لك لا العين خلاص أنت كده ما تكيش في قلب العين. طب أنا أروح فين وأمشي فين؟ ولادي الحلال قالوا إيه؟ اشتري يا أم محمد العربية دي وقفي في مكانك. بس فوقفت هنا هو. فرق ما بيننا ليه الزمان؟ ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان. أنا مرتبطة بأبويا أكتر من لازم، يعني من بعد ربنا أبويا. يعني لو حضرتك سألت أي حد في الشارع هنا يقول لك أم محمد وعم حسن، يعني أم محمد وعم حسن، يعني عند أبويا دوت كان بالدنيا. عايزه ذكرى تفضل زي ما هو، يعني ذكرى ابويا تبقى انا. ايوه انا اسمي ناديه فاتي محمد خليل، لكن لما بمشي في الشارع بقولوا موت كذا، ما بيقولوش كذا، بقولوا موت كذا. وبفرح اول لما الاقي حد بيشاله يا بنت عم حسن، دي عندي بالدنيا كلها. زي ما انت شايف كده يومي كده الحمد لله وشكر لله، نعمه من عند ربنا. بس فاصبح لو حد خد المكان دوت انا مش هعرف اقف هنا، محدش هيقبل ان هو هيوقف واحده، لان اللي هياخد المكان دوت هياخده على حس صاحب المكان للسندوتشات. وطالبه من ربنا اه ربنا يقف معايا، ربنا يقف معايا. Thank you.
هو واحد من أيقونات ثورة 25 من يناير. خرج من بين صفوف الثوار محتفظا بقاعدة واسعة من الشباب المعجب بأسلوبه السلس وبمنطقه الواضح، لكنه اختفى من المشهد السياسي بعد تخليه عن ثورة 30 من يونيو. إنه الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ سياسة العامة بالجامعة الأمريكية وعضو سابق بمجلس الشعب عن انتخابات 2012. ومنذ أن قرر دخول المعترك السياسي أصبح اسمه مرتبطا بسلسلة من الاتهامات من كل الأطراف. فبينما تعرض للهجوم من قبل تيار الإسلام السياسي قبيل انتخابات برلمان 2012 للحد الذي جعل بعض أعضاء الإخوان والسلفيين يروجون شائعات بانتمائه للماسونية والعمل بالجاسوسية لصالح ألمانيا وأمريكا وقاموا بتكفيره، تعرض حمزاوي أيضا للهجوم الحاد من قبل ليبراليين اعتبروه من الخلايا النائمة للإخوان على حد وصفهم، رغم معارضته لحكم الإخوان وعضويته في جبهة الإنقاذ وتوقيعه على استمارة تمرد. لا يتردد حمزاوي عن إعلان مواقفه من القضايا الشائكة. هو صاحب مقترح قانون العزل السياسي الذي عاد وبعد أعوام من إقراره ليطالب بإلغائه. بند 7 ملغى في القانون، أن نضيف مادة تقضي، وهذه الصيغة التي أقترحها وقدمتها لك السيد الرئيس وأشرت علي بأن تحول للجنة الاقتراحات والشكاوى، يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال 10 سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بالمكتب السياسي. بهذه الصيغة نحن لا نفصل ضد شخص واحد ولا نضع عيوننا على مرشح واحد فقط، بل نفصل على من أفسد الاستبداد والحياة السياسية. والاستثناء هنا مقبول، الاستثناء هنا مقبول. من آرائه المثيرة انتقاده أوضاع حقوق الإنسان بعد 30 من يونيو ووصفه لثورتي 25 من يناير و30 من يونيو بأنهما انقلابان عسكريان بمقدمات شعبية، ما أثار جدلا واسعا حوله، بل وكان سببا في إضافة اتهامات جديدة له مثل تلقيه أموالا من جهات أجنبية مع مجموعة من النشطاء. اتهم حمزاوي أيضا بإهانة القضاء لنشره تغريدة عبر حسابه على تويتر ينتقد فيها حكما قضائيا ضد 3 منظمات أمريكية غير الربحية. وبينما اشتدت الاتهامات ضده، قرر حمزاوي الانسحاب من الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة والاكتفاء بالعمل الأكاديمي وبكتابة مقالات الرأي ليظل صاحب فكر مستقل وتجربة سياسية متفردة مهما اشتد الجدل حوله. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. دعوني أولا أرحب بضيفي العزيز دكتور عمرو حمزاوي. أهلا وسهلا. مساء الخير يا خالد. والله زمان. والله زمان. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا. أنت منورني. ربنا يخليك يا خالد. والدعوة قديمة ومتجددة. صحيح. وهذا مكانك، أنت ياما أطليت على الناس منه. ربنا يخليك يا خالد. وغبت بقالك فترة طويلة. صحيح. خلينا قبل ما ادخل في الجد على طول اقول لك انت جايب لي الكلام ليه. انا اسف خالص. في كلام خالص، بالعكس هي فرصه للحوار، ما بنزعجش يعني. انت تعرف انها ما زالت اثار الحاله الثوريه بانعكاساتها السلبيه ما زالت موجوده يعني. بس اريد ان اوضح، في اتصال من احد المسؤولين بوزاره الخارجيه اكد لي واحد، وهذا الكلام للاستاذ فكر السعيد، ان الخارجيه المصريه لم تبلغ والسفير لم يتقدم ببلاغ باسم السفارة المصرية، فالخارجية المصرية لا تعلم عن هذا البلاغ شيئا ولم تخطر به ولم تستأذن ولم توافق. أن السفير المصري في الكويت الأستاذ عبد الكريم سليمان تقدم ببلاغ شخصي بصفته الشخصية متهما الأستاذة فجر السعيد بأنه اتهمته بأنه ينتمي إلى الإخوان. فيبدو أنه المسألة دخلت في بعض وجاب برنامج بيتهمها به البلاغ، كما تقول لي الخارجية ليس للخارجية المصرية، وهو ده اللي أنا متوقف قدامه، أن شخص يتقدم ببلاغ ضد إعلامي أو كاتب أو مالك قناة أو مقدم برامج ده حقه في مصر أو هنا. يعني لو السفير السعودي اختصمني بشخصي وقدم فيها بلاغ بشخصه مش بالسفارة السعودية ده حقه،
أما لو كان السفارة المصرية ممثلة للخارجية المصرية فهذا هو وجه اعتراضي بالكامل. ودمتم انت فين؟ جايب لك الكلام اهو. مختفي ليه بقالك فترة؟ لا بتكتب مقالاتك، بتدرس في الجامعة، ولكن بالزبط. ظهورك ونشاطك السياسي بشكل عام هذا دور مفكر، دور كاتب أكتر منه سياسي، ليه هذا الاختفاء؟ في كذا كذا إجابة يا خيري. أولا في أهمية كبيرة للعودة واستئناف النشاط الأكاديمي، وأنا أهملت الحياة الأكاديمية في السنتين 2011 و2012 بصورة حقيقية، وكان أمامي اختيار هو أن أنا إما أحافظ على رجل هنا ورجل هنا، رجل في الحياة الأكاديمية في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، ورجل في الحياة العامة، وإلا أتخلى عن الجزء الأكاديمي لأن في إجراءات لازم تتعمل اللي هي الترقية وكتابة أبحاث ترقية وغيره وغيره، وما كانش ينفع أتأخر أكتر من كده، فكان لازم أرجع بصورة حقيقية. أنا آسف، لازم أعتذر كمان ما عدوش على رداءة صوتي عشان صوت البرد. فالمهم كان لازم أرجع للحياة الأكاديمية، وده ما كانش اختيار للهروب، لكن كان اختيار واعي جدا، محاولة للمزج بين الأمرين، بين الحياة العامة وبين الحياة الأكاديمية. طبعا الإجابة كده مش كافية. الجزء الثاني من الإجابة هو أن أنت في لحظات معينة بتشعر، وأنا شعرت بده بصورة واضحة جدا بعد أمر شخصي كان وفاة والدتي الله يرحمها في سبتمبر 2013، وكنت محتاج أن أنا أخد خطوة لورا لإعادة التفكير في أمور مختلفة، منها طبيعة الدور وشكل الدور اللي أنا أتمنى أعمله في الحياة العامة، وأنا لاقي نفسي فين، ومنها تقييم لحصاد أدائك في الحياة العامة في السنتين اللي كانوا قبل 2013 والفترة اللي قبل 2011 اللي هم كان بالكتابة وبالأبحاث زي ما أنت عارف. فأنا كنت محتاج أن أنا أخد خطوة لورا لإعادة التقييم وإعادة البناء مرة تانية، والاتفاق بأمانة وبصراحة شديدة مع نفسي على طبيعة دور مغاير أنا شايفها أكتر مش في الاشتباك السياسي اليومي، ولكن في محاولة التأثير في مجال طرح الأفكار والرؤى، وده اللي أنا بحاول أعمله من خلال توظيف أداتين، الأداة الأكاديمية محاضراتي ولقاءاتي وحواراتي مع الطلبة، وكنت سعيد جدا بعودتي لجامعة القاهرة للتدريس فيها آخر الفصل الدراسي الماضي نهاية 2014 وفي الجامعة الأمريكية أيضا، والأداة الثانية هي كتابة مقالات الرأي. الجزء الثالث من الإجابة وأبقى برضو غير مخلص وما قلتلكش، ده أنت في لحظات بتشعر فيها بأنك أنت بتتعرض لأذى نفسي، والأذى النفسي مصدره أن في كلام كتير أكاذيب وشائعات كاذبة وغيره بتتردد، وعمرها ما كانت صادقة وعمرها ما هتكون حقيقية. هرجع لك ليها، أنا بعتين لي على الهاشتاج بتاعك حمزوف ممكن هطرق عليك كل حاجة. طبعا قوي، فخدت خطوة الورا ليس هروبا، لأن أنا عمري ما بهرب، أنا موجود هنا وده مكاني ودي بلدي اللي أنا قاعد فيها، ولكن خطوة الورا بعيد عن الاشتباك اليومي بالأذى النفسي المرتبط بيه، لأنك أنت في الآخر أي إنسان فينا يريد أن يحافظ لنفسه على قيمته الإنسانية وعلى قيمته كطرف فعال في قضايا الوطن بيطرح وجهة نظر، وفي الآخر مهما اختلفنا أنا إنسان مؤمن طول عمري بالتعددية في الرأي، مؤمن طول عمري بحق في الاختلاف في الرأي، عمري ما فرضت رأيي على حد، مؤمن دايما بأهمية التصويب وإعادة النظر في الخطوات، منها قانون العزل اللي أنا اعتذرت عن سوء استخدام الاختصاص التشريعي بعد صدوره، أنت عارف ده بفترة لم تكن بالطويلة، وبالتالي أنا التركيبة بتاعتي مختلفة، ما فيهاش هروب لكن فيها رغبة في التفكير في طبيعة دور إيجابية، أنا مش عايز يكون دوري سلبي، أنا بدور على الدور الإيجابي، لو أنا لقيت الدور الإيجابي في الكتابة وفي الجامعة بعمله وبحاول أشتبك من خلال هذه النوافذ. طيب في الجزء الأولاني من حوارنا أنا هخليه جزء أقرب إلى الشخصي شوية، وهقول لك حلوة قوي إنك بتقول إن خدت خطوة للخلف وبدأت أعيد التقييم، ومعنى إن الإنسان يقرر ولما يكون بيلعب دور سياسي ومفكر وأستاذ جامعي يبقى عنده استعداد أن يعترف بأنه أخطأ أو يرى أنه كان على صواب أو أنه محتاج تغيير بعض المواقف أو أنه محتاج إعلان آخر مختلف عن موقفه من الأشياء التي غير فيها موقفه، زي قانون الحظر. صح، وعملت أنت القانون أنت اللي كنت بتنادي بيه ومنتهى الحماس وشفت أن استخدامه يتم بشكل سيء فاعتذرت عنه. بالظبط. فإذا أنت لديك شجاعة الاعتذار أو المواجهة. أنا عايز أعرف وأنت في فترة التقييم وكان لديك هذه الفرصة، خطوات للخلف، ممنوع من السفر، قاعد في مصر مش قادر تشوف أولادك، يعني الحصار من كل النواحي، مش عارف هل هذا المناخ يسمح لك بتقييم حقيقي
ولا بيثير حالة من الغضب أثناء التفكير؟ لا أبدا، هو اختيار شخصي أيضا. أنت تقدر تصحى الصبح كل يوم وتقول أنا مظلوم والدنيا بتحاربني وأنا في معاناة دائمة، وتبقى زعلان من نفسك وزعلان من اللي حواليك وزعلان من الدنيا وحاسس بأنك مخنوق بس. وفي اختيار شخصي تاني انك انت تقول انت بتتعرض لظرف ما هو سهل، لكن الظرف اللي ما هو سهل ده ما انتش لوحدك اللي بتتعرض له، في ظروف اكثر قسوة بكثير بيتعرض لها الكثير من الاخرين. تلاتة، كل ظرف على قسوته في فايدة معينة. خليني اقول لك في الجزء ده كمان بصورة شخصية جدا، ويمكن لان لؤي ونوح ولادي معايا دلوقتي في الاجازة موجودين في مصر، انا الحمد لله عارف اسافر تاني بس هم موجودين معايا. انت عارف السنة، انا بقول كده عشان حد يرجع يمنعني تاني يعني لا قدر الله من السفر عشان ما اسمع يفهموناش غلط الله يخليك. لا في الحقيقة انت كنت ممنوع ليه؟ هنرجع له بس طبعا كمل. يعني خليني اقول لك كان ممنوع بسبب القضية المعروفة باسم إهانة القضاء، والقضاء المصري ألغى المنع من السفر لعدم دستورية المنع ولعدم قانونية المنع في أمر هو بالتوصيف القانوني جنحة، هذا هو المنسوب إلي. أما التفاصيل الأخرى فأنا لا أريد الحديث فيها لأن في جلسة إن شاء الله في نهاية شهر مايو للنظر في القضية الموضوعية في حالتي وحالات أخرى، وأنا أثق أن الأمور يعني تقتضي عدم التعليق وعدم التدخل ولا الكلام عشان لا يفسر لا بالإيجاب ولا بالسلب أنه محاولة للتأثير قبل ما العملية القضائية تبدأ. لكن في جميع الأحوال المنع من السفر السنة من يناير 2014 لآخر ديسمبر 28 ديسمبر بالضبط 2014، الفايدة الإيجابية بتاعتها كانت ارتباط ولادي لؤي ونوح بمصر. هم جم في الأجازة دي أكتر من أي فترة قبل كده، جم في فترة المنع سميها أجازة من السفر لبرة بالنسبة لهم، أجازة الأب من السفر ليهم، جم 5 أو 6 مرات لمصر. ارتباطهم بالأهل، ارتباطهم بالمكان، قدرتهم على تعلم اللغة، حب المكان، في فايدة إيجابية كبيرة جدا من اللي حصل في ظرف سيء. فأنت دايما قصاد اختيارين، إما كنت تصحى وتقول إن أنا مظلوم وتلعن وتعيش في دايرة الإحباط وتتمنى أنك تهرب من البلد دي أو أنت تعيش وأنت مقرر أن أنت عندك دور إيجابي لازم تعمله، أنت ما أنتش مظلوم، أنت بتعرض لظرف صعب. تفسيراتنا تختلف، ممكن نشوف ان هو صح يحصل له وانا شايف ان هو لا ما يصحش ما يحصليش، لكن في جميع الاحوال كان اختياري اختيار ايجابي، وهو الاشتباك في الحياه الاكاديميه بالكتابه وفي الحياه الشخصيه بصوره ايجابيه جدا. وكان حاجات كتيره بتوقفك وتضحكك، يعني مثلا رحت اسكندريه فتره المنع من السفر، فوقفني اول ما دخلت اسكندريه سواق تاكسي لطيف وعم خبط كده ان انا افتح الازاز، فقمت فاتح، يا دكتور عم انت مش ممنوع من السفر، امال ايه اللي جابك عندنا هنا في اسكندريه؟ فتموت على روحك من الضحك. حد ثاني يقول لك الله الحمد لله اول ما يشوفك، الحمد لله على السلامه يا دكتور، وانت ممنوع، اقول لك الحمد لله على السلامه يا دكتور، انت حضرتك رجعت امتى؟ نورت بلد. سبوك. قلت له يا فندم والله انا موجود هنا حضرتك، ما روحتش في اي حته. فده بيحصل عادي. وكان يقول له لا انا ممنوع، اقول لك لا ده موجود في المانيا وموجود في ما اعرفش ايه. ده ممكن تتعامل معاه بايه الافتراء ده وتتعامل معاه بصوره اخف شويه وتسمح لنفسك ان انت تعمل دورك. فلا انا 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 ازعم ان انا عملت اعاده التقييم بصوره ايجابيه، واعتقد لو عدد من الناس بيتابع ما اكتب بصوره يوميه، انا مشغول جدا في الفتره اللي فاتت دي بسؤالين ما كنتش مشغول بيهم قبل كده. السؤال الاولاني ازاي ممكن نربط بجد ما بين الدفاع عن حقوق الانسان وعن الحريات وبين ان احنا ندافع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للناس. ان انا في الاخر ما اقدرش انكر ولا حد فينا يقدر ينكر ان كان في اخطاء كتيره جدا اتعملت في السنتين 2011 و2012 فيما يتعلق باهمال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والحاله العامه بتاعتنا، وكان الكلام كله في نطاق الديمقراطيه والحريه والتغيير وقضايا كبيره اللي هي السياسه. هل ده جزء من المراجعات اللي طبعًا عملتها؟ طبعا طبعا. فده ده دي قضيه وبحاول اكتب فيها باستمرار. الحاجه الثانيه انا بحاول ادخل في التفاصيل. اعتقد احنا برضو انشغلنا قوي السنتين 2011 و2012 بالعموميات يا خير، يعني الكلام الواسع الكلام الكبير كويس ومهم ولازم يتقال، بس في الاخر بصراحة يعني ما بيأكلش عيش للناس. أنا في الآخر لازم أنزل على مستوى، وده التحدي بقى إن أنا أنزل وأشوف في التفاصيل الأكتر. طب أنت لو أنت بتحاول تنتصر لحقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، طب أنت عندك إيه تقدمه؟ إيه المكان اللي أنت ممكن تبني فيه؟ أنت ممكن تحاول ترشد الفعل العام الفعل الرسمي، تنتقد بصورة موضوعية السياسات اللي موجودة، تختلف بشدة مع سياسات لما يكون في انتهاكات للحقوق والحريات ولما يكون في كلام عن تعذيب أو حالات أو غيره. كل ده لازم تعمله، بس في نفس الوقت أنت بتطور إيه بصورة إيجابية بتقدمه للناس؟ تنمويا بتعمل ايه دورك؟ هل بتقدم فكره جديده؟ النهارده العمود اللي انا كاتبه اليومي عن السياحه الداخليه، انا كنت لسه في اسوان ومساله صادمه، اي حد بجد كارثة. يعني بيروح هيتالم ويتالم بشده. اسوان اكثر شيء كارثي. المعابد
خالية، المدينة خالية، الناس بقى لهم 4 سنين مستحملين، هم عايشين على السياحة 4 سنين مستحملين، كل التحاول اللي في الدنيا خلص، مفيش حاجة تانية دلوقتي خلاص. ما فكرتش انك تدعوهم الى مزيد من الديمقراطية وحرية الرأي؟ لا، شفت ان ده مش ده ما يلغيش ان ده مهم، مهم بس الاولويات. انت عارف طب حرية رأي هو ان انا اقعد اتكلم معاهم على السياحة الداخلية والافكار اللي انا كاتبها النهاردة منهم. افكار انت تطور برنامج للسياحة الداخلية، السياحة الخارجية واحنا هنيجي لده صعبه وهتفضل متعثره عشان ظروف المنطقه ككل اللي بقت من بره يقول لك ايه خبر ابيض، هو الشرق الاوسط. الشرق الاوسط ككل. فانت محتاج برامج للسياحه الداخليه، محتاج تدعم الناس دول، محتاج تساعدهم شويه في التحايل بتاعهم، هو تحايل عبقري جدا على ظروف الحياه الصعبه، لكن حرام ما تسيبهمش يعني كل ده. فهنا التحدي بتاع التفاصيل لما تتكلم على حقوق بتاعه الناس. طب هو مش العلاج اللي انت كنت لسه بتتكلم عنه، الارقام اللي اتحطت المستشفيات اللي هو الحق اللي اقر في الدستور، الحق الدستوري، العلاج لاي حد في حالات الطوارئ، ده انجاز بالظبط. طبعا انت هنا لازم تفكر في التفاصيل دي دون اسقاط، لان في قضايا كبرى ليها علاقه بالحريات وليها علاقه بالحقوق انت هتقعد تدافع عنها على طول. فهنا في المراجعه. انت عايز تقول ان كنت واقف قدام باب واحد شايف انه باب الدخول اسمه الحقوق والحريات بالزبط. ثم اكتشفت أن الوقوف طويلا أمام هذا الباب مع تغيرات وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا مش لن يؤدي إلى التغيير، فلتذهب إلى أبواب مختلفة. ولا مانع من الطرق أحيانا على هذا الباب، ولكن نلحق الناس الأول طبعا اللي هجيب لها حريات أو حقوق. بالزبط. يعني هو إدراك واحد أن أنت قصاد عملية من غير كلام كبير ليها شروط كتيرة جدا. لا يمكن أي واحد بجد بصوره موضوعيه يقول لك ان التنميه الاقتصاديه او ان العمل التنموي الاجتماعي والاقتصادي ما هماش شرط لانك انت تعمل تحول ديمقراطي حقيقي، هم شرط. وبالتالي لازم تكون بصوره ايجابيه جدا متابع لكل الاجراءات والجهود التنمويه من المؤتمر الاقتصادي، انك تتابع الحصاد بتاعه، انك تطلب شفافيه، انك تطلب نعرف الاموال دي هتروح فين، رؤوس اموال هتروح لمشروعات صغيره ولا متوسطه ولا كبيره، ومين اللي هيستفيد، والعماله والقطاعات كثيف هذا ليس معناه تشكيكا ولكن ده دور. لا لا لا، ده هنا بقى الاشتباك الايجابي ده. أيوة. هنا بقى العمل الايجابي تمام. فانت هنا وهنا بالصوره الكبيره لو انا مهتم بالديمقراطيه بس اقول لك ما هو لازم التنميه عشان اقدر اوصل للحته دي، غير كده ما احناش رايحين في حته. فهو مش باب واحد، هو عده ابواب، وانا اعتقد احنا شغلنا الناس بباب واحد مهم لكن اتعاملنا معاه كمان بعموميه شديده، فلازم نفصل. فالتحدي في التفاصيل، انك تفهم الوضع المصري في التفاصيل بتاعته، انك تفهم الوضع الاقليمي كمان في التفاصيل بتاعته. فهنا مراجعتين، انا كنت محتاج الوقت ده والخطوه لورا، لكن لا هو انسحاب ولا هو بعد عن الحياه العامه ولا هو ابدا بعد عن الدور اللي انا متصور ان انا عايز اعمله بايجابيه، مش طالب حاجه شخصيه انما لبلدي، هقعد اعمله في النوافذ الممكنه في المساحات الممكنه ليا وبهدوء ومع قبول الاختلاف والناس اللي زعلانه كمان. بسم الله، احنا بادئين حوار حلو، انا مستمتع. وقبل ما اطلع الفاصل هختم بسؤال في هذه الدائره، هل من ضمن المراجعات أو التقييم هل رأيت نفسك بعد أن كنت شريكا في 30/6 ومن اللي وقع على استمارة التمرد، وكنت ترى أن الإخوان خطر على هوية هذا الوطن وأن هذا النظام لا يمكن أن يستمر، إلى أن أدائك عقب هذه المرحلة والتحول الذي حدث بعد 3/7 أدى إلى تشوه الصورة عند قطاع من هذا الجمهور والملايين اللي حسوا انك تخليت عنهم او اللي حسوا انك تنقلب على افكارك او تمثل افكارا اخرى غربية وليست افكار مصرية تعبر عن الجموع؟ هل نظرت الى هذه المرحلة وقرأتها مرة اخرى وكان لديك رأي فيها؟ هسمع الاجابة بعد الفاصل. طبعا الحوار طويل وممتد، عمرو حمزاوي وحشنا من زمان وكلامه ممتع وبيكلم بالراحة اهو، واللي عايز يسأل يبعت ويناقشنا وكل أسئلكم هطرحها، وهو ده اللي أنا كنت بطالب بيه طول الوقت، تعالوا نتناقش لمواطن مصري ومفكر سياسي وقاعد على أرض هذا الوطن وبينتقد بحب وبيبني بحب، تعالوا نفكر ونقول إحنا مختلفين معاه في إيه. الأستاذة فجر السعيد مش عارف جاب التليفوني، كتر خيرها برافو عليها، أنا عمري ما كلمتها وهي سيدة فاضلة، بعتت لي رسالة قالت لي أستاذ خيري ما تقوله الخارجية، أنا مش الخارجية، أنا عايز مصدر رسمي من الخارجية بقى يقول لي، بتقول لي غير صحيح. زملائي الأعزاء شوفوا المصدر اللي كلمنا، نرجع للخارجية ونؤكد هل البلاغ شخصي ولا بلاغ باسم السفارة المصرية. هي بتقول إنه باسم السفارة المصرية، لو باسم السفارة المصرية أسجل مرة أخرى أني معترض اعتراضا كاملا. نلتقي بعد فاصل. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل حواري مع ضيفي العزيز عمرو حمزاوي. كان سؤالي قبل ما اخرج في اطار المراجعات والتقييم، رؤيتك للمرحله وصولا الى 30/6 ثم ما حدث من قرارات في 3/7 اللي وجدت استجابه كبيره من الجماهير اللي خرجت في الشارع، اللي انت كنت واحد منهم. يعني حد بعت لي بيقول لي كان جنبي وكان معايا في المظاهرات في 30/6 ثم فوجئت بيه بينقلب على كل ده. هل انت قريت المرحله دي ازاي؟ شفت نفسك فيها؟ كان عليك ان تتأنى قليلا قبل ما تبقى مواقفك حاده، ان تتحسس موقفك علشان الجماهير الكبيره دي ايا كان لا احترامها ولا رؤيتها، انك قبلت بالفكره منذ البدايه ان هذه ديمقراطيه، خروج ملايين الناس للشارع ورغبتها في اسقاط هذا النظام هو لا يختلف كثيرا عن ما حدث في 25 يناير واللي كنت منحاز ليه بالكامل واللي حماه الجيش ايضا في النهايه. شفت المرحله دي ازاي؟ طيب خلينا نفرق بين مرحلتين. اتفضل. المرحله الاولى 2012 وصولا الى 30/6/2013، وزي ما انت اشرت يا خيري وزي ما اتقال في التقرير في المقدمه، انا كان ليا موقف واضح جدا من ان ما يحدث خلال هذه الفتره هو عصف بالكامل بكل ما له علاقه بدوله قانون، بسياده قانون، بممارسه ديمقراطيه. وعلى هذا الاساس ومنذ الاعلان غير الدستوري في نوفمبر 2012 كان موقفنا واضح بتكوين تشكيل جبهه الانقاذ، وبدا خط واضح جدا للمعارضه بيطالب ب مطلب واضح اسمه انتخابات رئاسية مبكرة. ليه انتخابات رئاسية مبكرة؟ لإنقاذ مصر، المجتمع والدولة، وفرصة بناء نظام سياسي جديد. فالمرحلة 2012 إلى 30/6، وأنا شاركت في 30/6 بتوقيع في استمارة بصورة على الاستمارة بصورة واضحة وعلنية، وكانت مسجلة تلفزيونيا، والمشاركة في التظاهرات بالمطلب الديمقراطي الواضح والصريح هو الانتخابات الرئاسية المبكرة لإخراج مصر من خطر حقيقي كان بتتعرض له مواطن ومجتمع ودولة. تمام. لم نختلف أبدا. رفض الرئيس الأسبق ده. تمام. المرحلة الثانية هي الإجراءات التي تمت في 3/7، وأنا كنت من يرون أن في اختيار حتى في حالة رفض من جانب الرئيس السابق هو أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة دون اللجوء إلى ترتيبات كثيرة وتعديل دستوري، وهذا وعلى أساس هذا الرأي أخذت موقفي. المرحلة الثالثة هي ما تلا 3/7 من أمور كنت أرفض باستمرار كل ما بدا لي في جميع الجوانب باعتباره بيعصف بحق الناس المقدس في الحياة. يعني الإرهاب والعنف عمري ما سكت عليهم، على عكس دايما اللي بتقول لك أنت ما بتقولش حاجة لما بتحصل عملية إرهابية. مش صح، اللي يرجع لحساب التويتر أو للمقالات هيجد بصورة منتظمة رفض دائم ونبذ دائم للعنف وللإرهاب، ومطالبة بالتعامل معاهم بالأدوات الأمنية الملتزمة بسيادة القانون. وكنت كمان بصورة واضحة جدا ضد انتهاكات للحقوق والحريات اللي حصلت. فاحنا دخلنا في ثلاث مراحل، مرحلة أولى لغاية 2013، مرحلة تانية الإجراءات وموقفي الواضح منها، وهنا كنت دايما بقول للناس استحملوا الاختلاف، لأن أنا هنا في الآخر بعبر عن قناعاتي. وحتى في أحد الحوارات مع صديق عزيز ليا قلت له أنا ما أقدرش أكون بقول لطلبتي جوه قاعات الدرس حاجة، إن أنا مع مطلب هو الانتخابات الرئاسية المبكرة ثم نتوافق على كل حاجة بعدها، وأطلع أقول عكس دوت بصورة علنية. والمسألة الثانية الإرهاب المتوالية دي، إرهاب وعنف وانتهاكات للحقوق والحريات، وأنا رافضهم طول الوقت. طيب الثلاث مراحل دول بينتهوا وبنوصل للي احنا فيه دلوقتي يا خيري، اللي هو ايه؟ ان في دستور تم اقراره، وتم اقراره بعمليه واضحه جدا بمشاركه من جانب المواطنات والمواطنين، وتم اقراره بنسبه عاليه. انا عندي تحفظات على بعض المواد الدستوريه، تمام، محاكمه المدينه عسكريا او مواد اخرى لها علاقه بوضعيه المؤسسه العسكريه او غيره، لكن الاختلاف هنا بشان الدستور ما هوش اختلاف لاسقاط الدستور، بس عشان اوضح الامور للناس. تمام. لا، هو اختلاف بالاداه الديمقراطيه اللي هي التعبير عن الراي بصوره سلميه للمطالبه بالتغيير. فاقول لا يا جماعه، لازم نعيد النظر في مساله محاكمه المدينه العسكريه، وما يسري على الدستور ينطبق على مجموعه اخرى من القوانين انا ليها تحفظات معلنه عليها، سواء قانون التظاهر او قوانين اخرى، ان انا اتخوف ان هذه في غيرك بالظبط، ومانيش لوحدي هنا، في ناس كثيره بيتكلموا ومن خانات مختلفه ومن مواقع مختلفه.
بس عشان التوضيح، الاختلاف هنا مع الأساس الدستوري والقانوني ليس اختلاف الإسقاط ولكن اختلاف التعديل الإيجابي وبالتالي الاشتباك الإيجابي. طيب المسألة الثانية إن بقى في انتخابات رئاسة، عملية انتخابية تمت ورئيس جمهورية منتخب، والأمر هنا إن تم الانتخاب وهناك رئيس جمهورية، يبقى أنا عندما أختلف مع سياسات مع توجهات مع قرارات لرئيس الجمهورية أو للفريق الحكومي أو لمساعدي الفريق الحكومي أو للرسميين، أنا بختلف ليس بهدف إسقاط نظام ولكن بختلف بهدف تصحيح مسار، تعديل مسار، أو عودة زي ما بكتب ساعات كثيرة، أو عودة إلى مسار تحول ديمقراطي حقيقي. هنا برضو اشتباك من جوه، ما هوش اشتباك من بره، يعني عشان أقرب الصورة. يعني أنا مش ضد، ما بقولش أنه ليس رئيس، لا، أو أنه رئيس غير شرعي، أنا بقول إن الدستور شرعي ويعبر عن لا بيعبر عن تجربة حقيقية وإرادة شعبية. أن انتخاب الرئيس هو انتخاب شرعي ويعبر عن إرادة شعبية بالضبط، وبالتالي اشتباكك هو من داخل هذه المنظومة وليس من خارج. يعني الصورة مش اللي بيحدف طوب من بره عشان يكسر الإزاز، لكن اللي عايز يصوب ويغير ويشوف مسارات معينة نمشي عليها في إطار اللي أنا مقتنع بيه إن هو أحسن لمصر. أنا مؤمن تماما إن لازم نمشي على مسارين في نفس الوقت، تنمية اقتصادية واجتماعية وتحول ديمقراطي، وما ينفعش عمرها ما نجحت في الدنيا في ظروف بلد مشابهة لمصر إن أنا أقول أنا هعمل تنمية اقتصادية واجتماعية وإصلاح إداري وغيره وغيره الأول وبعدين بقى لما نفوق نروح على الديمقراطية والحريات. ما ينفعش، لازم نمشي على الاثنين، إحنا لا إحنا الصين ولا إحنا عندنا فلوس الخليج، ومش هينفع غير إن إحنا نمشي على المسارين دول مع بعض. في حدود للي أنت ممكن توصل له في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لو ما عندكش استقرار بمعنى ديمقراطي بالمعنى الإيجابي للكلمة، وفي حدود للي انت ممكن تعمله في التحول الديمقراطي لو ما عندكش تنمية اقتصادية واجتماعية. النقطة التانية دي هي اللي محدش فينا شافها في 2011 و2012 وسيبنا الدنيا تروح والناس ظروفها المعيشية تسوق والحالة الأمنية تسوق والناس تشتكي. انت بتعترف كده؟ لا طب مش بس، انا عايز اقولك ان انا برجع راجع نفسي في الحقيقة ساعات، يعني من غير مبالغة برضه اقول لك جزء شخصي عشان اقربها للناس، انا ساعات بقوم من النوم وبكتب ملاحظات على حاجات عدت عليا وانا ما كنتش شايفها كويس. شايفها كويس. مجلس الشعب اللي احنا كنا فيه كان تقريبا محاصر كل يوم. كل يوم نرجع بقى للست اشهر اللي احنا قعدناهم، كل يوم تقريبا مجلس الشعب كان محاصر وكنا بندخل من ابواب جانبيه. مين اللي كانوا محاصرين مجلس الشعب؟ مجموعات من الناس مختلفه ليها مطالب اقتصاديه واجتماعيه، ما هياش مطالب فئويه، هي مطالب اقتصاديه. الناس مش لاقيه تاكل، الناس مش عارفه تعيش، في غلاء في الاسعار، الاجور ما فيش تثبيت، في كذا. لما ترجع بقى للست اشهر بتوع مجلس الشعب، هل في تشريع اقتصادي واحد او تشريع تنموي واحد او تشريع اجتماعي واحد طلع من المجلس؟ هتلاقي ان الاجابه على الاقتصادي والتنموي لا، وفي تشريع اجتماعي اللي هو المراه المعيله والتامينات طلع فعلا، اما غير كده فده رصيد سيء جدا. فلما ترجع تربط الصورتين ببعض، المجلس المحاصر اللي قاعد شغل نفسه بالقضايا الكبرى والسياسه الكبيره البعيده عن الناس، والناس اللي بره اللي بيقولوا لنا شوفوا لنا حاجه ناكل بيها، شوفوا لنا حلول لمشاكلنا الاقتصاديه والاجتماعيه. المساله مش دستور بس، المساله مش قوانين بس، المساله مش سياسه كبيره بس، في تفاصيل، في ناس لازم تهتم بيهم. وبعدين ارجع بقى في الاعاده، في اعاده التقييم، تقرا شويه كمان في المجال التخصص بتاعك في العلوم السياسيه، فتعرف ان عمليات التحول الديمقراطي عمرها ما بتنجح غير لما بيجمع بين المسارين تنمية اقتصادية واجتماعية وبزق وبمعافرة وبناس واعية وفاهمة، وبناء بتحول ديمقراطي عمره ما يمشي بالضربة القاضية. يعني أنا مش هصحى يوم بخبط طوبة ألاقي الدنيا بقت زي الفل ومفيش انتهاكات للحقوق والحريات. الحل الوحيد اللي أنا لازم أعافر كل يوم بصورة يومية وبصورة مستمرة وبصورة دائمة. فاللي أنا عايز أقوله لك يا خيري، هنا المرحلة بقى اللي احنا فيها دلوقتي بعد الدستور، بعد انتخابات الرئيس، بعد وجود رئيس جمهورية، أنت تحاول ضبط المسار، ضبط الإيقاع، لا تحاول إسقاط النظام ولكن بتحاول ضبط المسار وبتحاول ضبط الإيقاع للجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بين الرؤية الاجتماعية والاقتصادية الدولة وللسياسة بصورة عامة وبين التحول الديمقراطي. حاجة أخيرة بقى كمان، وده خط فاصل لازم الناس تكون عارفاه، وده يمكن برضو حاجة من الحاجات اللي بتوجعني لما يتقال، لما كنت حتى في المنع من الصلاة أقول لك لا لا ده مشي زي اللي مشي، لا، في خط واضح جدا وانا شايف ان هو خط قاطع وحاسم، وده حقيقة التاريخ والجغرافيا في مصر اللي عمرهم ما قالوا حاجة تانية. مفيش حاجة في مصر ابدا اسمها معارضة من الخارج، مفيش حاجة في مصر ابدا اسمها ان انا اعمل عمل عام ولا عمل سياسي وانا قاعد برا. يعني انت بتشوف يعني ان حد بدون اسماء راح قاعد في لبنان، راح قاعد في تركيا، راح قاعد في قطر وبيعارض وبيتكلم عن مصر،
بتشوف ان دي مش معارضه؟ لا 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 لا, لا ودي مساله انا بقول لك هنا في خط فاصل, ومن مصلحه كل القوى الديمقراطيه اللي هي ملتزمه بقضايا الديمقراطيه والتنميه في مصر انها تجر خطوطها الفاصله بسرعه, زي ما بنجر خط فاصل بنبذ الارهاب والعنف وما احناش قابلين اي تبرير فاسد لارهاب وعنف يقول لك اي حاجه, لازم تجر خط فاصل مع كل محاوله لمعارضه من الخارج, اللي ما فيش حاجه اسمها كده. مصر ما هياش لبنان اللي انت متكلم عنها, مصر البلد الكبيرة المجتمع الكبير كل حاجة تاريخه جغرافيا بتاعته, اللي يقرأ التاريخ المصري هيعرف ان العمل العام والمشاركة في الحياة العامة من جوه مصر ومش من براه, ولازم باشتباك يومي, ولازم انك انت تتحمل, ولازم تدخل في المعارك الصغيرة وما تبقاش انت صاحب الشعارات الرنانة من بره وسايب غيرك يعمل, وانت من بعيد بتكتب تغريدة او بتكتب معرفش ايه, ده ما ينفعش. انت بتتكلم عن دكتور برادعي كده؟ مش بتكلم عن حد, انا انا بامانة شديدة جدا لا اتحدث عن اشخاص, بس طيب. انا عايز اجر خط فاصل عشان الناس تفهم وما تحطش في نفس الخانة وما تحطش في نفس الموقع, في فرق بين واحد انت عايز تقولهم انا قاعد في مصر, انا من جوه مصر معاكم. بشتبك يوميا وبشتبك بصورة علنية وبشتبك من غير ما استخبى ومانيش بجري, ولما اترفع المنع من السفر وكان عندي وده مش تفضل عروض واضحة للسفر لجامعات عالمية يتمنى اي حد يروحها لو انا هفكر في الاكاديمي بس رفضتها, وخدت قرار مع اسرتي ان احنا موجودين هنا, وده معناه ان انت في عمل وفي جهد حقيقي عشان تبني مش عشان ترجع لورا وتقول للناس انا منسحب ولا انا زعلان منكم. اخر حاجة وبرضو يا خيري يعني انت عارف ده عني, انا عمري ما اقتنعت في حياتي ان اللي بيعمل عمل عام يعمله بس لما تكون الدنيا جميلة والناس بيسقفوا لك وبيسلموا عليك وبيبصوك في الشارع, لا انت في الحقيقة لازم تستحمل كمان والناس زعلانة منك والناس بتعمل لك انت مشاكل عشان انت جايبني النهاردة وبيبعتوا لك لا ما تقول له كذا وكذا وكذا, كل ده لازم تستحمله. انا بحمد ربنا ان انا بتعرضش للشارع على مواقف غير ايجابيه او مواقف سلبيه, لكن لو اتعرضت لها برضو مانيش هجري ومانيش هخاف, ده حق الناس. السياسي ولا اللي بيعمل عمل عام ما هوش الاوقات الكويسه بس, انت موجود عشان تبني مش لما يكون على هواك تبني, ولما يبقى مش على هواك تقول لهم سلام عليك وانا هجري, هنا بقى يبقى الناس لازم تحط عليك علامه الاكس ويقولوا خلاص اسقطناه من الذاكره, وده هيبقى حقه. انت يعز عليك ان يتحط عليك علامه الاكس؟ لا يعز عليا, يعز عليا عشان انا صعيدي كمان, خلي بالك الجزء انا لا يمكن ابدا اعيش في مكان ها من بني مزار. انا من بعد بني مزار, لا بني مزار دي ولا بحري عنا. ايوه انا من ملاوي, انا من اخر محافظه المني. فلا لا يعز عليا ان انا حد يفكر ان انا اسيب بيت اهلي ولا اسيب بيوت اهلي ولا اسيبهم ان هم مقفولين ولا انا همشي اروح في اي مكان تاني. انا قاعد هنا امريكا يعني, لا اروح امريكا اروح اعمل محاضرات. لا ما تروحش تعيش في امريكا, ما عشت قبل كده خلاص. أيوه. واستفدت, عشت في المانيا 10 سنين واستفدت وربنا رزقني باولادي وتعلمت كويس واشتغلت كويس, وعشت في امريكا في مؤسسه قعد قالوا عليها كلام من الصبح لليل, ولما جه واحد رئيس لي قريب من الرؤى المصرية والعربية قال لك ده زي الفل. المهم عشت في مؤسسة وتعلمت منها كويس وبقدم الخبرة ديت هنا في الجامعة وفي الحياة العامة. بتشوف ان المؤسسات دي, انا اسف بس بتشوف زي المؤسسة اللي كنت بتنتمي اليها وبتتكلم عن الديمقراطية وبتطرح فكر ليبرالي بممارسة الارض في تجربة حية في الواقع, شفت ان هناك فارق ما بين النظريات وما بين الممارسات؟ طبعا, لان التفاصيل كتيرة جدا هي اللي انت لازم تدور حواليها. الكلام بتنسيق واضح كده وبمبادئ واضحة وصياغتها اللغوية واضحة جدا مهم وكويس, بس لما تبتدي تنزل ده على الواقع ده انت عندك 60,000 تحدي, وتحدي لازم تشوفهم. والمسألة بس مش وعي الناس, على فكرة الناس واعية جدا وفاهمة وبتشوف وبتقرأ كويس قوي, والمسألة مش في الإعلام بينقل لهم الحقيقة والمعلومات ولا لا, والمسألة مش في مشاركتهم في الانتخابات شكلها ايه, والمسألة لا, المسألة في ان انت عندك حياة بمتطلبات بظروف معيشية, ولما واحد يوقفك في أسوان يقولك والله يا دكتور عمرو الأربع سنين اللي فاتوا دولة أنا بقولك ده اقتباس أهو كسحونا, ليه يا عم أنا مش داخل لي فلوس, أنا ولادي اللي كنت بوديهم مدارس خاصة وديتهم مدارس حكومية, بيتي اللي كنت بصرف عليه 10 قروش ومبقتش عارف أصرف غير قرشين, السياحة اللي كان الموسم بتاعها من أول شهر أكتوبر لغاية شهر إبريل في أسوان والأقصر يعني عشان بعد كده الحر جامد, مبقاش عندنا سياحة غير لما يجي حد في أعياد الميلاد وفوت صينية, والصينيين ما بيدفعوش فلوس حضرتك زي الأوروبيين والأمريكان, ولما بتيجي سياحة المدارس المصرية بياخدوا مننا فلوس. المصريين حضرتك بياخدوا مننا فلوس, لما تقول له لازم توقف, لازم تفكر ان انت هنا ما تقدرش تقعد تقول له الدستور والعداله الانتقاليه, عشان اقول له ده لازم احل له مشاكل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بتاعته كمان. فانا ارجع لك, لا انا يعز عليا ان يتحط اكس باي طريقه, انا موجود هنا ومانيش رايح في اي حته, وبعمل دوري وبعمل دوري بامانه وبمصداقيه وبحب, وان انا نفسي ابني حاجه,
اتوفق ساعات، اغلط ساعات، ولما اغلط واشوف اللي انا غلطت بعتذر زي ما عملت قبل كده، وده ما يقلق، ما اعتقدش انه بيقلل مني خالص، بل على العكس ده صراحه وحق الناس عليا. زي ما انت قلت، الناس اللي بيثقوا فيك ليهم حق عليك، وحقهم الاكبر انك ما تجريش لما الظروف تبقى وحشه عليك انت. طيب انت قلت لي حاجه في اطار المراجعات، لما كنت بتصحى من النوم وتدون وتنظر الى مرحله من 25 يناير من 2011 2012 وكان فيها مراجعه، وكان فيها اللي فهمته من كلامك ان النخب او ممثل النخب، والتعبير ده صعب شويه في كلمه النخب، ولكن ممثل الثوره سواء كانوا مثقفين او سياسيين او من العامه او من المتوسطين ارتكبوا اخطاء كبيره ولم يكن لديهم النضج الكافي، فهم حتما ساهموا فيما وصلنا اليه باي صيغه من الصيغ. هل الصيغه اللي انا بقولها دي صحيحه؟ لا، صحيح طبعا، صحيح طبعا. واعتقد جزء من المراجعه هو الجزء الجماعي. لابد ان احنا نفكر في امرين. واحد، سلسله الاخطاء. انا بصوره واسعه شويه هقول لك ان الخطا الاكبر هو توقع ان الناس هيعودوا في تعاطفهم وفي حماستهم مع الاهداف الكبيره الديمقراطيه والحقوق والحريات من غير ما تقدم لهم على مستوى الحياه اليوميه تحسن حقيقي. ده ما ينفعش. ولما رجعت قريت تجارب التحول الديمقراطي، بقول لك بمعنى اكاديمي، ما فيش ولا واحده نجحت غير لو كان في دمج بين الحاجتين، وعمر ما في تجربه مشيت زي ما الورقه بتقول من الالف للياء في خط واحد. لا، في دايما نقلات، وفي ترجع شويه لورا وتطلع بعدين لقدام وتخرج عن المسار وترجع له. كل ده موجود، وفي الاخر يا تنجح يا ما تنجحش. بس عشان تنجح، شرط من الشروط الرئيسيه، من بين الشروط الرئيسيه، انك انت تجمع ما بين كلامك على دستور جديد ونظام سياسي جديد وعمليه سياسيه جديده واطراف جديده تلتزم بحقوق وحريات وعداله انتقاليه وغيره، كل ده مهم، تجمع بين ده وبين تنميه اقتصاديه واجتماعيه. وهنا لازم نقيم احنا السنتين دول 2011 2013 عملنا فيهم ايه، زي ما انت لازم تقيم برضو دلوقتي بيحصل ايه. نعم. النقطة التانية الكبيرة في المراجعة الجماعية اللي لازم تحصل، لا، في حاجات كانت مرتبكة جدا في كذا حاجة ولازم نعترف بده. انت بتقول انا عايز اعمل دستور ديمقراطي، طب هو ما كانش لازم مننا كلنا؟ وانا اعتقد ان انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن غيري. لا، كان لازم يكون في تدقيق جدا في مسألة دور الدين في الحياة السياسية يتظبط ازاي. نعم. احنا كلنا اعتقد بصور مختلفة، اللي غمض عينه، اللي تساهل، اللي عمل، اللي سوى، اللي وظف بقى واستغل بصورة مربكة جدا لكل حاجة ليها علاقة بهوية مصر وبفكرة الدولة المدنية وفكرة المجتمع اللي بيتعايش بسلام من غير الهويات القاتلة اللي انت شايفها دلوقتي في ليبيا وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيره وغيره. ما تمش التعامل بدقة مع مسألة ضبط دور الدين في الحياة العامة، وإن ما فيش حاجة اسمها أحزاب دينية، إنما اللي يحب يستند لقيم لأفكار أهلا وسهلا، لكن مش بصورة حزبية ولا بصورة عمل يفرق خيري في حتة وعمر في حتة وغيره. الحاجة الثالثة برضو اللي محتاجها مراجعة، أنا أعتقد، وهنا بقى ده بمعنى يعني أكاديمي، ده عجز عن قراية الواقع. أعتقد إن محدش اهتم إن هو يقرأ مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية عشان تعديها الفترة دي وهي متماسكة، لأن أنت في الآخر من غير دولة وطنية متماسكة مفيش حاجة اسمها ديمقراطية ولا في حاجة اسمها سياسة أصلا طبعا، ومن غير مجتمع عايش في حالة من السلم الأهلي وحالة من الوئام ومفهوش عنف ومفهوش وفي أن أنا أولادي بيخرجوا وبيرجعوا لي من المدرسة أو من المكان هم فيه وأنا مطمن عليهم، مفيش برضو حاجة اسمها ديمقراطية أبدا. محدش فكر بصورة منظمة في إزاي تمكن مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية منها تعدي النقلة دي من نظام سياسي قديم عايز تغيره بنظام سياسي جديد في مشاركة وفي ديمقراطية، ازاي تعدي بيهم بعيد عن البرامج العمومية. اكتر افكار اتقالت كانت في مجال العدالة الانتقالية، طب الاصلاح نعمله ازاي، طب مكافحة الفساد نعملها ازاي، طب التغيير نعمله ازاي، طب على فكرة اوقف عدد الناس الكبير اللي عمال يتعين في مؤسسات واجهزة الدولة والقطاع العام ازاي، ما ينفعش بلد زي مصر بالموازنة بتاعتها في 6 مليون واحد شغالين في القطاع العام، كل ده اعمله ازاي، والقطاع الخاص يتنشط ازاي عشان يسد الفجوات اللي موجودة في التعليم في الصحة في الرعاية في غيره في غيره، كل ده بقى محدش فكر فيه. وانا بقول لك انا عن نفسي بحاول ابني اهتمام بصورة منظمة وبحاول اعكسه في مقالاتي زي ما بشتغل فيه مع طلبة الماجستير اكتر من طلبة البكالوريوس في الجامعة الامريكية وجزئيا في جامعة القاهرة عشان نبني محاولة للتفكير المنظم في الامر. مش عيب اللي انا اقول ان انا غلطت وما كنت شايف وعايز اشوف دلوقتي،
وده بقى من برضو من أسباب التحفظ عن الانطلاق في المساحة العامة وفي المجال العام زي ما كنت قبل كده. ومع بقول لك فكرة ان انت بتتعرض لأذى وبتحاول تبعد شوية وتفكر شوية، كل العوامل دي مع بعضها ما بيكون في عامل واحد بس. طيب انا لازم اطلع فاصل. الهاشتاج بتاعنا حمزة وف ممكن بقيت ترند، وده كويس، ربنا يستر ان الناس بتتفرج. عندي اسئله جايه لك كتير، انا لسه عندي اسئله كتير. ولسه الوضع الاقليمي اللي ما قلناش فيه ولا كلمه. لسه هنروح للوضع الاقليمي، بس لسه انا في نفس المنطقه. حاضر. وعايز اخرج بسؤال. حاضر. وهو في اطار مراجعتك اللي انا محترمها جدا ومتفهمها، واتمنى اللي بيشوفونا يبقوا مستوعبين، مفكر سياسي بيراجع نفسه على الهوا معاكم وبيشرح نتاج السنوات وهو قاعد يراجع نفسه، وده مش سهل على اي حد. بفقه الأولويات، خليني أقتبس مفهوم ديني كده وأقول لك بفقه الأولويات، وإنت بتكلمني عن إنك وصلت لمرحلة إنك مطمئن إن ولادك بيرجعوا من المدرسة للبيت وإنت آمن، ده تمن كبير أوي حصل، إن في 6 مليون موظف كان لازم يقبضوا رواتبهم كل شهر، ما استجد أمامك خلال الفترة من بعد 3/7 من هذا الإرهاب والعنف ورد فعل الإخوان الإرهابي العنيف وحجم الأسلحة وحجم التكاتف الدولي وحجم ما تعرضنا لي، ألم تراجع موقفك في نظرتك من الانتخابات الرئاسية المبكرة وقلت مين اللي كان ممكن أعمل انتخابات في هذا التوقيت ويجي دون رؤية، وأن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتماسكة اللي بتحاول تحمي الآن، فعايزة تعدي بالمرحلة حتى تستطيع أن تجري انتخابات أو تحدد حتى في أجواء مرتبكة ومش عارف رد الفعل اللي جاي وناس معتصمة في ميادين في ربعة والنهضة، كيف يمكن أن أفكر في انتخابات وماذا سيحدث في مصر في هذه المرحلة؟ فلأخذ هدنة، والدستور سيأخذ وقت والحوار مختلف عن انتخابات رئاسية، فيبقى كان الطرح بتاعك هو طرح عاطفي يتجه أو يقرأ الديمقراطية أو منحاز الديمقراطية فقط دون رؤية شاملة للواقع لمن يدير هذه المرحلة. من المحتمل أنك رأيت أنه كان لديه رؤية مختلفة. بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. ملاحظة توضيحية فقط عشان نكمل حوارنا معاكم، أنا مستمتع جدا بحوار عمرو حمزاوي ومستمتع، جاي رسائل كتير. الأخت كتاكيتو بني اللي بتقول لي أنت زعلان أن الناس بتشتم عمرو قبل الشتيمة، لا عمرو مش قبل الشتيمة، عمرو قبل الزعل والنقد، لكن الشتيمة ما هيش حوار، ما هيش جزء في الحوار خالص، عشان كده أي حد شاتم أنا مش هرد، مش هطرح كلامه حتى لأنه شاتم، ما هوش بيحاول. كل اللي منتقد، كل الكلام اللي جاي لعمرو حمزاوي هطرحه عليه قدامكم مباشرة، لا يوجد شيء، هو ده الحوار اللي انا بدور عليه، ان احنا كلنا نطرح كل حاجه بما فيها انه عميل امريكان، انه بيمثل امريكا، انه راح خد فيزيت امريكا، انه معاه الجنسيه الالمانيه، لسه كل اللي انتوا عايزينه هطرحه. لكن عايز اقول حاجه صغيره علشان يبدو ان في ناس بتتفرج ومش عايزه تسمع. عمرو حمزاوي ما بيقولش دلوقتي ان 3 يوليو انقلاب. عمرو حمزاوي معترف ان رئيس الجمهوريه انتخاب ديمقراطي والرئيس عبد الفتاح السيسي. عمرو حمزاوي يقول ان الدستور دستور يمثل الاغلبيه المصريه اللي نزلت صوتت عليه. عمرو حمزاوي بيقول انه راجع الموقف القديم وبيرى ان لا يستطيع ان يتحدث عن حريات وديمقراطيه دون ان يتحدث عن حقوق اقتصاديه واجتماعيه، وان ده يمشي جنب ده، وده ليه الاولويه كمان الان لان ده هيدعم ده. ده اللي انا سامعه من الحوار بوداني. فان حد يبعت لي يقول لي بس ازاي بيقول كذا، واحده من الاثنين، انت بتتفرج على الراديو يا انت ما بتسمعناش وانت رافض عمرو حمزاوي خير رمضان، فالرفض مش مخليك تسمع. ارجوك اسمعوا عشان احنا مش عايزين نخسر عمرو حمزاوي. لا يوجد مكسب، وعمرو حمزاوي هنا رمز لمن يشارك في هذا الوطن وعنده وجهات نظر بيرى انها تخلي الوطن ده احسن. تعالوا كلنا نخلي الوطن ده احسن. تمام. رد على سؤالي بقى اللي انا سالته قبل الفصل. انا كنت بسالك وبقول لك هل في إطار المراجعة وفي فقه الأولويات لما رجعت بعينك كده وانت كنت بتطالب، وده كان جزء من غضبك الأول وبترى انه ده جزء ضد الديمقراطية وان لازم، لان المطلب الأساسي كان انتخابات رئاسية، فشفت اللي حصل وشفت الإرهاب وشفت الدماء وشفت القتل وشفت كل اللي بيحصل على كل المستويات، ألم تراجع نفسك وترى ان اختيارك
الأول دون أن تكون لديك معلومات كافية قد تكون متوفرة لصاحب القرار في هذا الوقت أو المجموعة اللي جلست على مائدة تتخذ قرارا جماعيا أن ربما قرارك خاطئ؟ بس في خليني أقول لك ردين. طيب. الرد الأولاني اللي هو خفيف، في دايما بيقولوا كده في العلوم السياسية أن في ميزة للي مش قاعد على ترابيزة اتخاذ القرار، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اللي انت بتقول والله انا موقفي المبدئي 1+1=2 ولن اتنازل، انا ما عدتش على ترابيزة اتخاذ القرار. فممكن الرد الخفيف يقول لك ماشي صح يا خيري انا ما اعرفش، ما لو كنت قعدت على الترابيزة كان ممكن، ما كنتش قاعد على الترابيزة وبالتالي ما تلومش عليا او ما تمنعش عني ان انا اخد موقف مبدئي. ده الرد الخفيف. ده معناه انك كنت عايز تقعد على الترابيزة؟ لا 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 خالص، لا 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 خالص. انا بقول لك لا لا هما دايما يقول لك كده، وفي يقول لك المعارضة اللي بيعارض دايما سهل قوي عليه ان هو يلعب دور، لو انا بتكلم يعني بميكافيلية، يلعب دور المعارض المبدئي، لا ما عادش على ترابيزة اتخاذ القرار وما تحملش النتائج بتاعته الا بالمعنى الوطني الواسع، ان كل قرار بيتخذ له انعكاسات على الارض علينا كلنا واحنا شركاء كلنا في الوطن. بس الرد الخفيف دوت على جنب. دلوقتي الرد الحقيقي لا، هو انا قناعتي ان كان فيه على الاقل فرصة حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإجراء بقية الترتيبات بعد المطلب الشعبي الواسع، وهنا الاختلاف اللي أنا اختلفت فيه. بس مرة تانية أنا عايز أنقل من ده، مش بس لأن لأنه ده عدى، مش بس لأن ده عدى ولأن الوقت جري، لا لأنما في إجراءين تانيين ما لا أملك أنا ولا غيري إن هو يلغي مصداقيتهم الشعبية بحكم المشاركة، سواء المشاركة كبيرة أو قليلة، إنما تمت عمليتين، واحدة كبيرة للاقتراع على الدستور، واحدة للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن نسب المشاركة. تمام. تمت العمليتان وهما عمليتان الناس تدلهم بمشاركتهم الكبيرة القليلة الصغيرة المتوسطة الشرعية. فأنا لا أملك اللي أنا أقعد أقول لك دلوقتي لا ده ما ينفعش وإن ما فيش حاجة وإن لا بد من الرفض، لا، لأن إحنا تجاوزنا ده مش بس بحساب الوقت، ما تجاوزناه بحساب الإجراءات التي تم. لكن في الموقف المبدئي بعيد بقى عن التفسير الأولاني ده، لا أنا ما زلت أرى إن كان في فرصة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ثم كل الترتيبات اللي بعدها. الحاجة التانية أنا ما حدث، هتسمح لي بقى يعني كده في الديبيت بس. لا أنا كمان قناعاتي الكاملة أنه لم يكن ممكنا بالوصول إلى نتيجة اللي نحن فيها، لم يكن ممكنا أن تتم انتخابات. لا وأنا إذا نحن أمام رأيين، وأنا أحترم رأيي، أنا أمثل قطاع وحضرتك بتمثل، وأحترم رأيك وأحترم رأي القطاع الواسع، أنا عارف أنه قطاع واسع الموجود في المجتمع المقتنع بهذا الرأي. ومرة تانية إحنا بنلتقي في مساحة واضحة جدا مرتبطة بالإجراءين اللي تموا، اللي ما يملكش حد أنه لا يلغيهم ولا يشطب عليهم ولا يقول أنه هم ملهمش شرعية، بمعنى المشاركة الشعبية، الاستفتاء على الدستور رغم تحفظاتي على مواد معينة، وعملية الانتخابات الرئاسية، وكان تفضيل أن إحنا نكون مع رئيس لا يأتي من المؤسسة العسكرية. لكن تمت العمليتين والنتائج نتائج لها شرعية، مش بيك ولا بي إنما بالناس اللي شاركوا. أبقى أنا أعمى لو قلت لك حاجة غير كده. المسألة التانية في الإرهاب والعنف وغيره وغيره، أنا من المؤمنين إن إحنا قصاد لحظة، وهي لحظة خطر فعلا في مصر، إن في تهديدات من عصابات إرهاب وما تسماش غير كده، هي عصابات إرهاب وعصابات عنف ملهاش اسم تاني، وإن التهديدات دي تستوجب تضامن واسع من المواطن والمجتمع والدولة لمواجهتهم. عشان أواجههم بإيجابية محتاج الأدوات الأمنية والعسكرية، ومحتاج، وده بقى مش الكلام العام، أنا برضو بحاول أفصل ده بتفاصيل كتيرة في المقالات على قد ما بقدر، وغيري بيعمل ده، انت محتاج انك تجري هذه العملية، عملية المواجهة الأمنية والعسكرية، في إطار في التزام بسيادة القانون، في التزام بحقوق الحريات، عشان ما افتحش أبواب البيئة المجتمعية انها تكون حاضنة او قابلة او مستعدة لإرهاب وعنف. يعني كل ما تعاملت بوضوح شديد جدا وبصرامة قانونية مع انتهاكات الحقوق والحريات كل ما ده أحسن، كل ما تعاملت مع الأعباء التنموية بصورة حقيقية كل ما ده كان أحسن، كل ما وفرت فرص عمل كل ما ده كان أحسن. مش معنى ده إن العاطل عن العمل مشروع إرهابي، ولا إن الفقير مشروع إرهابي، ولا إن اللي بيتعرض لانتهاكات. أنت قلت إن الاستبداد كمان مش لازم هو اللي يصنع الإرهاب. لا لا لا، وعلى فكرة الفقر مش شرط إن هو طب ما الهند فيها ملايين الفقراء، عمرك سمعت عن عمليات إرهابية واسعة النطاق؟
خرج إرهابيين من بريطانيا وهم يعيشون في رفاهية ومن أوروبا لو من الجيل الثالث والرابع للأسر اللي استقرت واستوطنت في الغرب المرفه اللي هم أصحاب الدخول العالية ومستويات التعليم الممتازة. ده حتى الناس لازم يسألوا نفسهم نظم تعليمية إيه يعني بجد. أنا بعد برضو مهتم جدا بتفاصيل. أنا أولادي في المدرسة في برلين مكان ما هم عايشين, فأنا مهتم جدا وكان في نقاش رحت حضرته على النظم التعليمية وفكرة التسامح. هو ايه الغضب ده جاي من الناس دول اللي جابوا الحاجات دي منين؟ هل هو بس التهميش ان هم حاسين ان هم غير الباقيين, ان اسمه لؤي حمزاوي مش اسمه كلاوس معرفش ايه في المانيا ولا جيمس معرفش ايه في حته تاني, ولا هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء حتى ده مش صح لان في منهم جايين من بيئات مرفهه اقتصاديا واجتماعيا. فاللي عايز اقولك نرجع لمصر, المشكله عمرها ما بتبقى ان الفقر بيسبب ارهاب او ان الظلم يسبب ارهاب, لكن مواجهتهم مواجهه الفقر والظلم والانتهاكات وغيره بتساعدك على انك انت تتضامن وتتماسك مواطن ومجتمع ودوله عشان تخلص من الشر ده. ده حاجه فاسده بس مفيش حد ما حد باعت بيقول لك كنت عندك برد ورجعت تاني بتتكلم بسرعه ما شاء الله. يعني لا بس عذر عشان ما حدش بس انا اسف والله انا بقالي اسبوع البرد ده مش عايز يروح, عملت كل الحاجات الممكنه. لا بس ما شاء الله بتتكلم بسرعه برده ما قصرش البرد يعني. أدوية. أنا شغال على الأعشاب. أنت ترفع الحظر عن السفر, هل سارعت وحصلت على زي ما بيقول أحد المشاهدين على فيزة أمريكا؟ ما أعرفش أنا عندي إيه؟ لا لا أنا عندي أولا بس عشان في كمان الجنسية الألمانية الناس عارفة الناس عارفة ده, وبعدين ممكن يعني يروحوا يسألوا. أنت تنازلت عن الجنسية الألمانية؟ تنازلت قبل الترشح وانتخابات البرلمان نعم. قانونا وتنازلت بصورة قاطعة ما فيهاش بعت جواب والجواب يوصل لا لا أنا تنازلت وفي شهادة بالتنازل. وبالمناسبة أنا قانونا القانون الألماني يسمح لك أن أنت تستعيد الجنسية إن أردت, لكن أنا لن أستعيد ولم أفكر ولا أنتوي ومانيش رايح في الحتة دي أبدا خالص. أنا سعيد جدا بجنسيتي المصرية وأنا اكتسبت الجنسية الألمانية في ظروف كنت عايش فيها هناك وكان لازم لرعاية أولادي أكتسب الجنسية الألمانية لتسهيلات كتيرة قوي, مش عايز يعني أصدع دماغ الناس بيها لكن ليها علاقة بالرعاية وبحق الأب وغيره 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 والقدرة على أن أنت تروح وتيجي. فأنا تزلت عن الجنسية الألمانية ومش معايا وسعيد بهذا القرار وما هوش قرار هيتغير. نعم. الحاجة التانية أنا عندي فيزا لألمانيا لمدة لأمريكا. 5 سنين ألمانيا. لزيارة أولادي باستمرار وعندي فيزا لأمريكا من قبل المنع من السفر. كمان حاجة ثالثة بعد ما ترفع المنع من السفر جددت جامعة محددة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها جامعة برينستون العرض اللي كانت مقدمها لي أن أنا أروح أستاذ زائر لمدة سنة أو أكتر من سنة في قسم السياسة العامة وقسم العلوم السياسية للعمل الأكاديمي. برينستون ديت على بعيد عن نيويورك بحوالي مثلا ساعة ساعة وحاجة سفر على الساحل الشرقي وجامعة معروفة. وفي الحقيقة لو أنا بحسب أكاديميا بس وماليش أي حاجة تانية هنا كنت أقول لك دي فرصة هايلة والواحد لازم يروح وهيتعلم ويستفيد مهنيا ومكان ممتاز. خفت؟ لا 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 هقول لك أنا الـ 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 الأوراق جت وكان لازم احتراما للناس ان انا انهي الاجراءات, فالاجراءات دي كانت بتنتهي قلت لهم كده وانا هنهي الاجراءات وبعدين هقول لكم رايي. فانهيت الاجراءات وكان من ضمن الاجراءات الحصول على فيزا مش بقى للسياحه للولايات المتحده الامريكيه انما فيزا للعمل كاستاذ في الجامعه. حصلت على الفيزا اعتقد في يناير 2015 قبل ما ينتهي يناير 2015 اعتقد نص يناير 2015 كتبت لبرينستون. يعني انا رايي ان الناس بيقروا الايميلز بتاعتي وبيسمعوا تليفوناتي يعني ممكن يتاكدوا من صدق المعلومه. كتبت قلت لهم انا متشكر جدا على العرض انا خدت قرار برفض العرض على تقديري الشديد لاحترامكم وان انتم استنيتوا سنه لكن انا مكاني في بلدي وانا مانيش ماشي وانا بعمل دوري في جامعه القاهره والجامعه الامريكيه ومشارك في الحياه العامه ومش ناوي احكم على نفسي ان اكون واحد كده بالنص من اللي يتقال عليهم دول بيتكلموا في الشؤون المصريه من بره وهم مش عارفين حاجه. فرفضت لكن الفيزات موجوده والباسبور موجود وبقدر اسافر دلوقتي والاسبوع الجاي يوم الاحد عندي ده جزء تعويضي يعني للجامعة دي اللي عرضت علي سنة بمنتهى الاحترام واستنتني طول المنع من السفر. عندي من يوم الحد الجاي ليوم الحد اللي بعده زيارة بعدد من المحاضرات في جامعة برينستون في الولايات المتحدة. أسافر يوم الحد اللي جاي اللي هو أعتقد يوم 12 وأرجع إن شاء الله يوم الحد 19 فجر 20 بإذن الله. إيه الأسئلة التانية؟ طيب قبل ما أقول الأسئلة عايز أقول للأستاذة فجر السعيد أن مصادري داخل وزارة الخارجية المصرية بتؤكد لحضرتك أنه لن يكون هناك أي موقف يمثل الخارجية المصرية ضدك. تأكدي من هذا وستجد النتيجة. بشكرك دون أي تفاصيل. دكتور. نعم يا خير. أنا قبل ما أروح للملف الدولي وهو مهم أن أسمع وجهة نظرك فيه عندي هاشتاجات كتير محتاجة أطرحها عليك بس أنا عندي سؤال الأول آخر. هل يا ترى
وأنت تفكر أو تكتب تكتب أو تتحدث بيبقى في دماغك شوية أصدقائك وزملائك في المعهد الأمريكي، فيما حضرت هناك، في المنظمات الحقوقية حول العالم التي تعرفك وبتشارك، فبتبقى خايف على صورتك. فعندما تتحدث عن السياحة لازم تيجي في آخر سطرين تتحدث عن الحريات، عندما تتحدث عن الاقتصاد تتحدث عن الحريات، عندما تتحدث عن الضربة العسكرية لازم. هل هذه الكلمات بيبقى غصب عنك أو في الخلفية منها هذه شبكة العلاقات، ولا ده مش وارد عندك؟ لا بص، أنا يعني في الموضوع السؤال مهم، وخلينا نتعامل معاه بجزئين، الجزء الشخصي والجزء الموضوع. الجزء الشخصي وبصراحة شديدة ومن غير سرعة عشان رداءة الصوت، أنا اشتغلت في جامعة برلين لمدة 5 سنين جامعة مكان أكاديمي، ورجعت بعدها لمصر، وبعدين روحت المؤسسة بحثية اسمها كارنيجي في الولايات المتحدة الأمريكية. اشتغلت من 2005 لغاية سبتمبر 2010، رجعت استلمت شغلي في جامعة سبتمبر أكتوبر 2010 استلمت شغلي في اقتصاد علوم سياسية جامعة القاهرة. المؤسسة دي مؤسسة بحثية، هي مؤسسة غير ممولة لا من كونغرس ولا من جامعات ضغط، هي ترجمة اسمها وقفية، ودي وقفية مستقلة بتصرف على نفسها وعلى أبحاثها. في المؤسسة دي أنا عمري ما اتفرض عليا أكتب إيه ولا أقول إيه ولا أشتغل عن إيه، أنا اللي اخترت موضوعات أبحاث، وهي كلها ما أبحاث علنية وموجودة أي حد يقدر يبص عليها سواء على مواقع إلكترونية أو غيره. اللي أنا عايز أقوله إن هناك كان في حالة مهنية جيدة جدا، علمتني الكتابة كويس، علمتني إن أنا أعمل أوراق سياسية وتناقش بصورة علنية في مدينة اللي هي واشنطن، اللي كل بني آدم فيها بيناقش السياسة من الإعلام للكونجرس اللي هو مدينة لوحدها. وأنت رحت، إحنا اتقابلنا وأنا هناك مرة فاكر كان في زيارة 2007، كنت أنت والأستاذ مجدي الجلاد وشربنا قهوة بالظبط. فدي مدينة كل حاجة فيها بتناقش السياسة، فكانت خبرة مفيدة جدا، وأنا أزعم إن أنا بنقل الخبرة ديت في شغلي وفي كتابتي. المؤسسة اللي أنا اشتغلت فيها علاقتي اتقطعت بيها بمعنى مهني وقت ما مشيت منها في سبتمبر 2010، بتربطني علاقات صداقة وزمالة بعدد واسع من الناس جواها وفي أماكن تانية وفي جامعات أوروبية بحكم المؤتمرات والشغل، لكن عمري ما باخد في اعتبار كلامهم، ولا بكتب وانا شايف بره هيقرأ ايه، ولا انا بكتب وعيني على هم هيشوفوا كلمة حقوق وحريات ولا لأ، ولا على فكرة لو انا بعمل على كده ما كنتش كتبت كتير قوي من اللي انا كتبته، وفي نقد واضح للمعايير المزدوجة بتاعت الغرب على الديمقراطية. ما هو على فكرة خلينا نتكلم بصراحة، هو مين قال ان هو في دعم للديمقراطية ولا لحقوق الانسان من جانب الغرب؟ هو ايه اللي بيحصل في اسرائيل واللي بيسكتوا عنه كل شوية، وايه اللي بيحصل مع ايران اللي اتفقوا معاها في بسوق على المشروع النووي وما فيش كلام على انتهاكات الحقوق والحريات، وايه اللي بيحصل في حتة تانية كتيرة قوي. يعني مع الازدواجية معايير الغرب ما هياش حاجة غايبة عني بالمعنى الرسمي، وعلاقات الصداقة ما بتفرضش عليا حاجة. الجزء بقى الموضوعي المهم ده اللي انت، هل في جو عام في الولايات المتحدة الامريكية وفي اوروبا مهتم بعيد بقى عن الحكومات، في منظمات حقوقية، في جمعيات معينة، هل في جو معين مهتم بقضايا الحقوق والحريات؟ في. هل الجو دوت مفهوش حاجات علامات كده غريبة موجودة اللي واخدين فلوس من هنا واللي واخدين فلوس من هنا؟ أكيد في. هل مفيش لوبيز شغالة وبعضها مضاد للمصالح الوطنية المصرية؟ أكيد في. كل ده موجود، بس انت اختيارك بيكون حاجة من حاجتين. نعم. إما انت بتشتغل كباحث وبصورة علنية وكل اللي انت بتكتبه بتقوله مسجل عليك، وده اللي حصل معايا، ولما بتاخد موقف بتكتبه بالعربي وبالانجليزي. على فكرة مقالات الشروق اللي انا بكتبها احيانا كتيرة بتترجم للغة الانجليزية والناس بيقروها هناك، ومنها النقد بتاع ازدواجية المعايير، ومنها الكلام عن ان تماسك الدولة الوطنية في مصر شرط رئيسي للتفكير في التحول الديمقراطي، ومنها نبذ الارهاب والعنف وغيره وغيره. كل ما هو المروحة واسعة ما فيهاش حاجة صغيرة. فلا، انا مانيش خايف على صورتي، وصورتي بتتبني هنا يا خيري. بص، وبأمانة والله العظيم من غير عاطفية ولا حاجة، اللي ملوش قيمة جوه بلده ملوش قيمة في أي مكان. انت حسيت بالقيمة دي؟ انت عايش، انت عايش مصر، بره مصر كتير، عشت في ألمانيا 10 سنين وفي أمريكا 5 سنين. على ما جيت مصر جيت متأخر في بعد ما عدت السنوات دي، بقيت حاسس بده. لا طبعا طبعا، بقول لك اللي ملوش قيمة، اللي ملوش يعني، حتى لو حبيت تعملها بلغة رنانة، اللي ملوش قاعدة حقيقية شعبية أو فكرية جوه بلده، او حتى قاعده اعلاميه بالمعنى ده جوه بلده، ملوش قيمه في مكان تاني. اللي ملوش قاعده اكاديميه جوه بلده مش هيتقري على فكره.
الناس المتميزين أكاديميا من مصر ومن غير مصر بيتميزوا بكتابة عن بلدهم وبيحترموا من داخل بلادهم، وفي نموذج مبهر الواحد ما 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 يعني ما ينساش ان هو يتكلم عنه، الدكتور جمال حمدان الله يرحمه. الراجل ده كتب بالعربي بس وكتب للجمهور المصري والعربي بس، لكن اعماله تمت ترجمتها بالكامل واكتسب قيمه اكاديميه بانه قدم محفوظ حاجة. وطبعا في المجال الروائي ولا، فاللي ملوش قيمه هنا ملوش قيمه في مكان تاني. وانا عمري ما بصيت لوجودي لا في المانيا ولا في امريكا غير ان هو وجود مهني للاستفاده وللتعلم وترجع مره تانية. وما كنتش في سبتمبر ولا اكتوبر 2010 وانا راجع غير عشان استلم شغلي في جامعه القاهره، لان الجامعه راجع عشان الثوره. لا والله راجع عشان جامعه القاهره، لان الجامعه قالت لي لو ما رجعتش هنلغي. لا مش لا ما تعدهاش كده، دي كلمه خبيثه. لا مش خبيث. ما كنتش راجع عشان الثوره. لا اللي هو لا أيوة. انا رجعت سبتمبر اكتوبر عشان جامعه القاهره قالت لي لو ما رجعتش انسى الوظيفه بتاعتك. يعني ما كانش عندك معلومات من اللي انت قريب منهم فين جدا فين أنا في ثوره هتحصل. انا راجل باحث، لا كنت بقعد مع سياسيين ولا بقعد مع، ولما كنت بروح اشارك في نقاشات عامه فيها اعضاء كونجرس مع مجلس نواب ولا مجلس شيوخ ولا فيها ناس من الاداره، كان بيبقى نقاش علني ومصور بالفيديو وموجود ما يشوفه الناس. لا ما كانش عندي والله. مثلا انا راجع من جامعه القاهره قالت لي العميد وقتها قال لي يا اما كان دكتور كمال المنوفي رحمه الله عليه، يا اما ترجع دلوقتي تستلم شغلك، يا اما مفيش تجديد الاجازه اللي هي كانت اجازه من غير مرتب. هي دي كل الحكايه سبتمبر. ودخلت على دورات اعداد المعلم الجامعي والحاجات دي موجوده. يعني خليني في حته عاطفيه شويه قبل ما ادخل في الهاشتاج وقبل ما نروح للملف الدولي، وانا مأفور في الوقت معلش. حياتك العائليه تاثرت بالقاعده الشعبيه اللي بتتكلم عنها والقاعده الاعلاميه اتاثرت. عمرو حمزاوي اللي كان بيمشي في الشارع الناس بتجري وراه عايزه تصور، ممكن في ناس تقابله تقول له كلام مش لطيف تبقى زعلانه منه. انت بحركتك بقيت اكيد مخيط شويه، ما عادش بتسيب نفسك تقعد في وسط الناس زي ما بتقعد. اكيد دوائر انت تثق في انها مش متصادمه معاك قوي، عندك خشيه من رد فعل في الشارع، ما حاجات من هذا النوع. هل ده اثر على حياتك الخاصه؟ بص يعني هو قبل التفاصيل، اي انسان بياخد موقف في سباحه ضد التيار العام لازم وهو بياخد الموقف ده او هي بتاخد الموقف ده تعرف او يعرف ان في ثمن، وان مره تانية من غير ما الواحد يبالغ ويقول لنفسه مظلوم 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 انت بتعرف ان في ثمن بيدفع. طيب في التفاصيل لا يا خيري، في الحقيقة أنا ما تعرضتش لمواقف وحشة بمعنى أن حد يقول حاجة بايخة أو غيره أو غيره أو غيره، لكن أكيد في انصراف من الناس عنك. ما مش المشهد اللي أنت كنت بتشوفه أو كنت أشوفه لما بنزل الشارع، وزي ما أنت بتقول الناس يقولك ممكن صورة يا دكتور ما عرفش إيه. لا طبعا في انصراف من الناس عنك وده طبيعي، ده جزء من الثمن أنت بتدفعه وأنت بتعمل سباحة ضد التيار العام. بس أنت لازم يكون الرهان على حاجتين. الرهان في الحقيقة، وأنا إنسانيا يعني أتمنى أن أنا أكون عند حسن ظن الناس في ده، أن أول ما حد يجي ويخبط كده الباب عليك لازم تفتح له وتقول له أهلا وسهلا وأنا مستعد أسمع كل اللي أنت بتقوله وأقبل كل حاجة تقولها ونقعد نتكلم. زي السواق اللطيف اللي خبط عليا في اسكندرية وقال لي وأنت مش ممنوع من السفر، إيه اللي جابك عندنا هنا، لغاية الست المشاركة كتاكيتو بني لو أنا فاكر صح تقول لك ما الدكتور عمرو هو قابل. صح محدش يقبل شتيمة، لكن أي نقد في الدنيا يتقال واسمع واتكلم واقبل الاختلاف، مش شرط نطلع متفقين على كل حاجه، بس نطلع محترمين ان كل واحد بيحاول يبني في البلد من غير ما يضرها بجد. تمام. فاول ما حد يخبط لازم تفتح الباب. الحاجه الثانيه انك انت يكون عندك صبر، واعتقد دي خبره مهمه جدا. بص مره 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 ثانيه فكره ان الحياه بتمشي كده في خط واحد جري 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 مش صح، واحيانا انت بتتغر بنجاح وبحب الحمد لله وبقبول شعبي وغيره وغيره، ويبقى فرصة انصراف الناس عنك وانحصار ده عنك فرصة ان انت تراجع نفسك. اعمل بقى الحاجة الكويسة اللي معروف، ما فيش حد ضغط عليك، فيش حد مستني انا هقول ايه النهاردة بالليل ولا حد مستني انا هكتب ايه بكرة الصبح. صح ده نسبة قليلة قوي لو موجودة اصلا. خلاص خد بقى وقت تستفيد منها، يعني طور الموقف لصالحك. الاول كان يبقى فيه ضغوط رهيبه، انت لازم تعلم موقفك من كل حاجه، وعلى فكره كلنا كنا بنتعامل مع الامور بصوره كمان فيها تصعيد ودوشه وصوت عالي وبتاع. خلاص يا سيدي مفيش الضغوط دي دلوقتي، خد بقى الخطوه واعمل الحاجه الصح، مش تقفل على نفسك. لو حد خبط انا موجود بس انا بحاول اراجع. حياتي الاسريه اتاثرت. بص انا بحمد ربنا على بسمه، وبحمد ربنا على أختي هبة وأخويا أحمد وعلى الناس اللي حوالينا الأصحاب الحقيقيين وهم كتير، وكل دول ساعدوا وسندوا. التأثير الحقيقي كان
فصعوبة ان انا اقضي وقت مع لؤي ونوح، وتحايلنا على الموضوع بصورة ايجابية ان هما كانوا بيجوا كل اجازة هنا مصر، كل اجازة الصيف، كل الاجازات التانية. الموقف العائلي الحقيقي اللي اثر فيا هو وفاه ماما الله يرحمها. دي الحاجه اللي انت كتبت مقال دي الحاجه دي دي ده انت عارف وسطك. ده بص، انا والدي توفى وانا صغير، لكن انا عمري ما حسيت ان انا يتيم غير لما والدتي توفت. دي مساله ده الموقف، ده الازمه العائليه الحقيقيه، مش اي حاجه ثانيه. كل حاجه ثانيه الحمد ربنا عليها. الازمه معاك وانت مضغوط عصبيا؟ طبعا طبعا. وكان مرضها وقتها كمان قبلها، فيعني كان في كذا حاجه، لكن انا يعني اتمنى انها تكون في مكان احسن. بدعي ربنا البدايه، وانا حاسس ان الصله موجوده، لكن دي الحاجه اللي فعلا قسمت وسطي. بما انك لعبت في ده هبتدي بده. حاضر. لو اي والله عشان اجاوب بقى لي 4 سنين بجاوب عليها. معلش مش انا. حاضر. ده فجر السعيد اللي كاتبها لك. حاضر. ولا شكرا. بتقول لك عاجبني الصوار البوتيجا اللي لابسه حمزاوي عامله لك كده، بتقول لك حلو التطور في شكل السياسيين بمصر كول، وهذا طبعا نوع من انواع، هي كاتبها العومله، هي قصدها العولمه. هي دي اللي علاقه بالعولمه. لا والله ما لهاش اي علاقه، غير ان لؤي لما انا انفصلت عن والدته في 2009 وهو كان عنده وقتها 6 سنين، فلما ابتديت احاول افهمه ان ده معناه ان انا مش هكون قاعد موجود كل يوم في البيت، وان انتوا عايشين في مكان وانا في مكان، وان احنا يبقى في زيارات على طول بينا، فاداني ديت هديه وقال لي طول ما انا مش جنبك تلبسها، فانا بعمل ده وهو جنبي. يعني انا لما بروح البيت دلوقتي الحمد لله ان شاء الله هلاقيه، يمكن هلاقيه نايم بقوم شايله، غير كده انا قايم نايم صاحبي، لان دي طيب. وصيته لؤي ابني الكبير ربنا يخليه. طيب مصري مصري بيقول نفسي اشوف حضرتك تاني. لا ده ليه انا، دي انا والاستاذ عماد اديب يرجع بالسلامه، والاستاذ معتز الدكتور معتز عبد الفتاح. علاء احمد بيقول حمزاوي حساباته السياسيه خاطئه، الشعب المصري اكثر وعيا. يعني الشعب المصري كان عنده اختيار من البدايه وانحاز اليه، فانت ممكن تكتشف انك كنت خطا، لكن الشعب المصري طلع صح. في حاجه ما تزعلش حد ابدا ان هو يقولها، ان وده في الحقيقه اي حد بيعمل دور عام، سواء انت في مكانك ولا انا في المكان اللي موجود فيه او غيرنا، لازم يكون عنده قناعه حقيقيه بيها، هو ان الناس فعلا بضميرها الجماعي وبتفكيرها الجماعي بتروح على الاماكن اللي هي شايفه ان فيها المصلحه. هل ده مش معناه ان ممكن تحصل مبالغات، ان ممكن تحصل حاله هستيريا، ان ممكن يحصل تزييف الوعي، ان يبقى في تيار عام انت مش موافق عليه؟ ممكن، بس تعترض عليه وتواجهه بصراحه وباحترام لحق الناس ان هم يكونوا على راي تاني. حسن شحاب بيقول اين كنت مختفي من المشهد السياسي ولماذا تعود الان؟ لا انا لا اعود الان، انا دي دعوه أنا طيبه، دعوه طيبه منك، كتر خيرك. انا لا موجه الدعوه ده مش معناه انك هتظهر في الفتره الاخيره كثيرا سياسيا واعلاميا. لا انا سعيد بالعمل الاكاديمي وبال مش ناوي تترشح في البرلمان الجاي؟ لا انا اعتقد ان الافضل الاختيار الشخصي الافضل ليا هو عدم الترشح. أنا عندي موقف كمان مسجل في مقالات كثيرة، ناقد لتفاصيل قوانين الانتخابات، وبيشتبك إيجابيا لمحاولة التطوير في اتجاه ديمقراطي، لكن عن نفسي اختياري هو عدم الترشح في الانتخابات، ولو غيرت برضه هقول للناس. عبدو طيب يقولك بقالي كتير ما بشوفكش، أنا سعيد اليوم. أميرة الصمت بتقول من الذين يحاربون المبدأ لا للأشخاص ولا يخافون طوفان الرأي الجمعي، واعتادوا كونهم أقلية لا يخافون من تكفيرهم أو التهميم بالخيانة. بس الواحد بيتعب برضه. يعني في دي اميره كتر خير. احمد شربطلي بس مستحملين بيقول اول مره من فتره طويله اروح افتح التلفزيون عشان اتفرج على حاجه ليها قيمه، يا رب تكون حلقه حلوه. بنت الدرويش بتقول طبعا لازم تتعرض لهجوم، ما اصلهم مش عايزين يبقى في راي محترم معارض وبيكرهوا الثوره واي حد ضد النظام. السيسي رئيسي دكتور عمرو حمزاوي، وانت باحث سياسي واحد افراد الشعب المصري، هل تدار الازمات عقب الثورات باطلاق العنان للحريات المطلقه ام لا؟ لا، الإجابة تدار الثورات بمطالبها الديمقراطية بتوازن بين المسارات، إنك أنت تبني لحقوق وحريات وتبني التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن مش حريات مطلقة. مفيش حاجة في الدنيا كلها. لا في هذه اللحظة مطلقة. يعني فكرة البحث ما هو كان الشعار اللي أنت حضرتك اتكلمت فيه صح طول الوقت. بس مش معنى ده إن أنت تبرر الانتهاكات، مش معنى إن أنت تسكت عليها. طبعًا لا تدار بحريات مطلقة، ولكن لا تدار بانتهاكات وبإغماض العين عن حقوق الحريات، تدار بتوازن. طيب. تدار بتوازن وتدار بمشاركة الناس. محمد عبد العظيم ايوه بقى خلينا نسمع كلام سياسي موزون وعلمي تاني مهما اختلفنا معاه، مش شغل الهبل والعتا. محمود عبد الله ولما عمرو حمزاوي يقول على 30/6 انقلاب كده لا يدعم الارهاب،
انت قلت على 30 6 لا ما حصلش. انا كنت موجود في 30 6 والموقف مسجل وادعو محمد لان هو يعني يرجع لقرايه اللي انا كتبته او لمواقفي. المساله الثانيه لا يا محمد ما فيش حد يعني عنده حتى كده ذره ضمير انساني قبل ما يكون عنده حب للبلد وحب للناس ووطنية غير ويرفض أي حاجة ليه علاقة من قريب أو من بعيد بأي ممارسة العنف. ده ما بيبنيش، ده بيهد. خلينا نبص حوالينا مرة تانية اللي حاصل. أنت لما تبص على ليبيا، ليبيا تحول الأمر أن مش بس القبائل، الأسر، العشائر، المدن، اليمن، القرى عندهم ميليشيات. اليمن هويات قاتلة من طائفية لمذهبية لقبلية، كله داخل في بعض. لا أنت عايز تبني ومش عايز توصل مصر أبدا لا قدر الله لده. أنت بتقول في دول متماسكة في المنطقة، عايزين نكون دولة متماسكة. أتمنى النقطة دي كتير. الموقف واضح من 30/6 من الرئيس السيسي، من الدستور المصري، انتظارا للانتخابات البرلمانية، رؤى ونقد للقانون الموجود، أمل في التعديل، حقه، كلنا بنحارب على ده. شهاب الشحات بيقول آخر رجال محترمين الشيخ الأسطورة، انتوا بتلمعوا الناس دي تاني ليه؟ زهقنا منهم في يناير، وطبعا مش هتزيعوا ده عشان انتوا مع الديمقراطية. لا زعنا يا سيدي والله، لا وحقه. خليني اقول لك ان واعتقد احنا كلنا تعودنا على ده، اعتقد بصوره جماعيه بعيد عن لحظات الاستقطاب الحاد قوي او الشديد قوي، الناس كلها اتعلمت ده. كل واحد من حقه ان هو يقول رايه، والدايره بتاعه ان انا امشي بختم واقول لك يا خير انت وحش وفلان كويس بتلف. فلو انا عملت الدايره دي النهارده لفت ورجعت، مش هنعملها، مش هنعملها خلاص بقى. ما حدش فينا زي يعني زي اللي حصل مع محمد، مع محمد منير، مع الفنان محمد منير، ان انت تتكلم تلغي ابداع فنان انا شايف ان هو ابداع عظيم لفنان تاريخ عمر له تاريخ طويل، تلغيه عشان انت اختزلت الراجل دوت في موقف، ولا انه وقف مع زميل، اتصور مع زميل، اي كان انت مختلف معاه، غير لو انت بتقول اي حاجه ليها علاقه بالحريه لازم تحترم ده وتعرف ان في حدود انك انت تتدخل في اختيارات الناس. لكن الفكره نفسها خلي ان انت شايل ختم زي ما انا شايل كده، هتقول له سقطت يا منير، انت مش موجود وخدعتنا، ادي ختم. الختم النتيجة الحقيقية اللي احنا لازم كلنا نتعلمها من بعد الأربع سنين اللي فاتوا، ان الختم ده بيدور وما بيوقفش عند محطة واحدة. صحيح بس. وحصل تغيرات كثيرة جدا. ما باسم يوسف، مش عارف مين باسم يوسف، يعني هو باسم يوسف ولا لا، بس ما هو موقفك وبكل صراحة في القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي، وهل ترى ان السيسي على عكس ما كنت تتصور في إدارته للبلاد؟ لا انا الاشتباك مع سياسات، مع اجراءات، مع توجهات، طالما زي ما قلت ان الهدف ليس لا اسقاط دستور ولا اسقاط نظام، ولكن بالنسبه لي الدفع باتجاه تنموي وباتجاه ديمقراطي، يبقى انت بتشتبك مع قوانين، مع سياسات، مع ممارسات، مع اجراءات، وتقيمها بصوره موضوعيه. فتقول المؤتمر الاقتصادي، وانا كتبت ده مؤتمر اقتصادي له كذا وكذا وكذا، ونريد في باب الشفافيه، في باب تخصيص الاستثمارات، في باب تشغيل مشاريع كثيفه العمال عشان عندنا مشكله بطاله كبيره، في باب المشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه، في باب المحاسبه والمساءله وغيره وغيره، محتاجين نعرف ده. تتكلم على اتفاقيه سد النهضه اللي على فكره ما كانش ممكن ابدا لحد بيحترم نفسه، وانا كتبت اكتر من مره قبل كده ان الحل التفاوضي هو الحل الوحيد للنزاعات. انا اقول لك ازاي انت ابديت اعجابك باداء الرئيس السيسي في افريقيا بشكل عام؟ طبعا وفي سد النهضه، طبعا وفي سد النهضه الاتفاق التفاوضي هو المسار الوحيد لمصر. مش هقدر اتخانق مع اثيوبيا، اي حد عنده اوهام تانية بتاعه صراع بتاعه ما اعرفش ايه، ربنا يخليه بس يقرا حقائق الدنيا حوالينا قبل ما يقول الكلام ده. المسار الوحيد تفاوضي، وكان لازم تعمل اتفاق ده عشان تدخل في عمليه تفاوضيه. اديك بتتابع التفاصيل في مكاتب استشاريه سيتم تكلفه، عندنا 11 شهر لغايه ما نشوف. صحيح اثيوبيا استفادت وهتاخد تمويل، لكن انت ما عندكش حل انك انت تمنع. انت انا لازم عندك ابقى جزء، لازم تخش طبعًا كجزء مشارك عشان تضمن انحسار الضرر عنك، ويمكن تقدر توصل لموقف كل الاطراف تفوز فيه. ما هو في الاخر لو احنا عرفنا نوصل لشراكه تنمويه حقيقيه. وانت كنت حاضر اللقاء بتاع سد النهضه بتاع الرئيس موسي؟ وده على فكره ده اللي انا قلته الأصبح. انا حضرته بالمناسبه برضه، وده سؤال مهم، لان الموقف لما بيقول لك وانت موقفك ايه، في لحظات معينه اي خلاف في التفاصيل بتجبه المصلحة الوطنية. أنا كنت موقع استمرار التمرد وبطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، ولكن لأن مسألة
المية مسألة أمن قومي مصري، رحت وشاركت والكلمة مسجلة ودفعت عن الفكرة التفاوضية. ويمكن غلطتي اللي أنا ما قمتش لما ابتدى الكلام الكتير بقى اللي انت فاته ده يتقال. أعتقد ده غلطة، كان مفروض أن أنا سحبه، لأن مش ممكن حد يبقى قاعد في اجتماع علني وطول هطلع طيارات أو نوهم مهم يعني خلاص. لكن الفكرة التفاوضية كانت صائبة، والفكرة التفاوضية صحيحة دلوقتي وتوقيعك اتفاقية صحيحة. أنت كمان قيم قيم بصورة موضوعية. أيدت وكنت معترض على اللي بيعترضوا على الضربة الجوية اللي قامت بيها مصر بقرار من الرئيس السيسي لليبيا. لليبيا طبعا، لأن مفيش حد نفسه. أنا راجل مسالم، ماليش نفسي أشوف أي ضربة عسكرية في أي حتة. لكن في موقف بيفرض عليك ضرورة، اللي هو بعد الذبح البشع، دي جريمة ضد الإنسانية وجريمة بشعة للمصريين اللي هم مصريين، ما يتصنفوش باعتبارهم مصريين، أقباطهم مصريين زيهم زي أي حد موجود، أي حد فينا معرض. ما كانش قصاد مصر غير أنها تعمل عملية ردع بصورة مسؤولة عشان ما تستبحش دماء المصريين. وما كانش ممكن أنا هنا برضو كواحد بيقول أن أنا بدافع عن مصلحة البلد دي أسكت وأقول لا وحش، أو أسكت وأصدر بقى الكلام العمومي الواسع والشعارات. لا، ما هو في الآخر من حق الدول أنها دافع عن أمنها القومي، والأمن القومي يبتدي بأمن المواطن. طيب انا هبقى محتاج اجابات اسرع. حاضر. عشان عندي كتير قوي وانا مش عايز اخزل الناس اللي بعته قبل ما اروح. يا رب تبقى في اسئله عن الملف الدولي. حاضر. احنا بنتكلم عنه. طيب الحسن درار، احترامي لك خيري، شكرا. سؤال العمر، انت قررت ترضى عن النظام بعد ما الست ميركل رضيت علينا، ولا فقدت الامل بعوده الاخوان لا، ما يعني مع شكري الحسن، السؤال في الحقيقه لا له معنى في الجزء الاول ولا له معنى في الجزء الثاني. انا موقفي طول الوقت هو موقف بيتعامل مع إجراءات من 3/7 لغاية النهاردة، بيقول رأيه فيها، بيعترف بإجراءين كبار حصلوا، الدستور والعملية الانتخابية، وبيبني في اتجاه تنموي واتجاه اقتصادي اجتماعي واتجاه ديمقراطي. الكلام بقى بتاع ست فلانة والأستاذ علان يعني متشكر على الصياغة اللطيفة بس مش في محلها. طيب كنز السيسي، اختلافنا معاه جاء نتيجة عدم احترامه لإرادة الشعب ولعدم احترام شهداء الجيش والشرطة، لماذا لم نسمع أن قمت بزيارة أهالي الشهداء؟ لا، أولا الاحترام والتقدير لكل شهيد مصري مسجل كتابة وقولا أكثر من مرة في الإطار الشخصي في المعارف، لأن على فكرة الدائرة دلوقتي بقت أن كل واحد في مصر يعرف عنده حد ميت. لا، أنا قمت في الإطار الشخصي والإنساني بده. طيب أسامة كمال، أحييك على ثقتك بنفسك، ومن حق أي مواطن أن يدافع عن نفسه، ربنا يوفقك. على فكرة أنا مش طالب دفاع من عمرو، إحنا بنناقش أفكار. هذا الحوار ليس فيه أي طلب لا دفاع ولا أنا بهاجم، أنا بعرض أسئلة بما فيها أسئلة حضراتكم. ثروة صادق، يجب أن نتعلم احترام الآخر ونحسن تدبر كيفية مواجهة الفكر بالفكر والرأي بالرأي، وأن نثق بأنفسنا أكثر من ذلك. محمد عبده، عايزين نعرف ليه مواقف السياسية اتغيرت فجأة، ليه؟ بالتالي احنا رضينا على اجزاء كتير. محمود ياسين، ما تشغلش بالك باللي بيشتم، كده كده بيشتموا اي حد، حتى لو واحد ماشي في الشارع هيشتم اللي لسانه زفر زفر. طارق عبد الرسول، هتبقى حلقه نار، كفايه خداع المصريين، اللهم انصر الحق. حمزاوي، من اعلن فوز مرسي بالانتخابات اثناء فرز الاصوات وشارك في خداع المصريين بان الاخوان فصيل سياسي، ولو هو من النخبه لكان قرأ تاريخ الاخوان. كلنا في مصر قلنا فصيل سياسي، كل ما فيش حد في مصر. وانا ما كنتش في اللجنه القانونيه، انا عارف ما كنتش موجود اثناء اعلان النتيجه، بس كلمه فصيل سياسي، هو كان فصيل سياسي كنا بنتعامل معاه لما ظهر منه الوجه القبيح وقفنا، احنا كنا نعرف منين يعني. ولكن اعتقد انك خلايا نايمه، او لا، الالفاظ انا مش هقبلها خالص. ومن يشارك افكاره او يدافع عنه فهو كذا. متشكر يا اللهم انصر الحق. مجدة طنطاوي، كفايه بقى، هو ملوش لون مع الاخوان شويه ومع اي حاجه، كفايه انه كان من ضمن الموجودين في جلسه صد النهضه مع مرسي. ردينا على ده. خليني خيري بس لو سمحت لي في المساله بتاعه يعني هو ده رد بسيط جدا للناس. نعم. لو انا ومع كامل احترامي للجميع والحق الناس في الاختيار بالمعنى السياسي، لو انا من اللي بيدوروا على التواجد في كل لون ما كنتش خدت المواقف اللي انا خدتها الفتره اللي فاتت يعني. مع بس الناس يفكروا ذوق المجموعه دي اللي بتقول، لان انا بسمعها احيانا وبرد عليها باحترام شديد جدا. لا، في الحقيقه لو انا واحد من اللي بيدوروا على الوجود باستمرار ما كانش دي بقت مواقفي، بالعكس. لان انا بقول لك انا استفدت، انا حسبتي الانسانيه ان انا مستفيد جدا في الحقيقه، وبدرجه من الدرجات راضي عن نفسي خلال الفتره اللي فاتت اللي انا ابتعدت فيها عن كل حاجه. هل تحترم الدستور المصري الجديد الذي نص على ثورة 30 يونيو؟
الدستور تم إقراره ويحترم بالإرادة الشعبية التي لا يملك أحد إلا. أنت بتشوف 30 يونيو ثورة؟ طبعا وشاركت فيها. طيب وليد علي بصراحة حاجة تغيظ، حضرتك بتتكلم عن ضيفك كنت ضد الإقصاء، وإن أنت ضد الإقصاء لو تفتكر إن ضيفك أول من نادى بالإقصاء في مجلس الشعب الإرهابي. صحيح. ردينا يعني على دي. هو مرة تانية أنا بص، هو ده الموقف لو أنا ببص على الفترة اللي فاتت وبقول في غلطة كبيرة اتعملت، فهي دي اللي هي المرتبطة بقانون العزل اللي كانت نقطة الانطلاق فيه، إنك أنت تحاول تبني نظام سياسي جديد وشفته وهو بيساء استخدامه وبيوظف لإقصاء الناس، ولم أملك التحرك بصورة حقيقية لمنع الأمر وتورطت فيه، لكن اعتذرت عن ده. فلو مع حق لو هو بيقول لك مرة تاني إزاي، هقعد أسمعها كتير. نعم. على فكرة حتى في اللقاءات الشخصية بسمعها، في ناس كتير يقول إحنا كنا معاك في كل حاجة بس دي أسامتنا، ومعهم حق، ولازم اعترف ان في غلطه كبيره حصلت واقول ان دي كانت ضد المبادئ اللي انا مؤمن بيها اللي هي المشاركه طبعا بشروط. ما فيش حد بيشارك وهو شايل سلاح، فيش حد بيشارك من الخارج، فيش حد بيشارك بتوظيف الدين، فيش حد بيشارك ضد سياده القانون. المشاركه بشروط منضبطه، ما ينفعش انك انت تقصي حد او تعمم الاتهام، وده للاسف اللي حصل. فكان لازم الاعتذار اللي عملته، واقعد اعتذر كل ما حد يقول. كريم ناصر، عودة حميدة، نتفق معه أو تختلف من القليلين الثابتين على مواقفهم. هيثم حلمي، مقالات إيه دكتور عمرو؟ القاعدة الأعم للتأثير في العامة هو الإعلام المرئي، هل تم منعك بطريق عدم دعوتك لأي برنامج؟ لا، هو مرة تانية السباحة ضد التيار العام بتستتبع الابتعاد عن التيار العام، والإعلام هو مساحة للتيار العام بالأساس. نعم. لما يزيد الأمر عن حد ويخير يبقى فيه رأي واحد وصوت واحد يبقى ده مشكلة، لما ترجع تفتح المساحات تاني لرأي آخر ورأي ثالث ورأي رابع جنب التيار العام ده الصح، لكن الابتعاد عن التيار العام بيستتبعه انك انت ما تجيلكش الدعوات، وده اللي حصل فعلا. انا ما لم بس انا وجهت لك الدعوه قبل كده طبعا. لا لما هقول لك في النقطه الثانيه، انا عندي اصدقاء في قنوات تلفزيونيه كثيره، وازعم ان لو كان في ورقه جت بمنع كنت عرفت، لان نعم. يعني في عشره مع الناس يقول لك والله يا عمرو احنا مش عارفين. انا من مين؟ احنا يا ريت حد بيكلمنا. انت مصدق ان لا 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 ما انا لا 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 انا انا بقول لك لا في حالتي لا مع عمري ما سمعت عن ده. الحاجه الثالثه، لا خلال الفتره اللي فاتت اكتر من سنه في اكثر من دعوه جهت منك ومن زملاء اعزاء، وانا كنت ارفض للتقدير اللي كنت بقول لك عليه الاول، ان من الافضل المراجعه، التفكير، الافاده من اللحظه الصعبه دي اللي هي فيها انصراف الناس وانحصار الاضواء بصوره ايجابيه عشان تبني وتعيد النظر من غير ما تتخلى عن مبادئك، بس تعرف بقى فين الفراغات اللي كنت انت عمال تعوم فيها وانت مش داريها. سهل منياوي، هل انت متفائل وتنزل الانتخابات؟ وقال مش هينزل الانتخابات. انت متفائل؟ متفائل لان 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 مصر مرة ثانية بالمواطن بالمجتمع بالدولة تقدر بكل تأكيد أنها ترجع وأنها تزق في مسار تنموي ومسار ديمقراطي حقيقي. متفائل لأن احنا مرت علينا فترة صعبة، متفائل لأن احنا بنناقش كل اللي حصل خلال الأربع سنين اللي فاتوا. على فكرة لو كان الإعلام هو التيار السائد بس، الصحافة ومانيش أنا لوحدي، في أصوات كتيرة بتفصص كل حاجة حصلت الفترة فاتت وبتتكلم عنها. خليني أقول لك قضايا التعذيب، ما احنا كتبنا عن كذا، كتبنا عن ده كويس، ده مش معناه قضايا التعذيب مش النائب العام اتدخل فيها وأحال متهمين إلى لا بالظبط غير. نعم. كده اللي أنا عايز أقوله لك، طول ما في رغبة حقيقية في انك انت تشوف اللي بيحصل وتتابعه وما انتش راجع لورا، الناس ما هياش منصرفة عن الاهتمام بالشأن العام، يبقى الواحد لازم يكون متفائل. طب ده كلام كويس. رأفت سليمان ضحى حمزاوي ببريق شهرته من اجل مبادئه. صفوت ابو ليلى، من ينكر دورك في ثورة 25 يناير او فكرك الليبرالي ومواقفك من فاشية حكم الاخوان، مصر لا تنسى ابنائها المخلصين واظنك كذلك. اماني فؤاد، ليه حمزاوي ضد ارادة الشعب ويعني مع 30 يونيو في نفس الوقت ضد 3 يوليو؟ لا مره ثانيه شرحنا كان له راي سياسي اخر في المسار الديمقراطي الذي تم متعلق بالانتخابات الرئاسيه. طيب محمد حسن، رايك في اداء السيسي وفي اتفاقيه سد النهضه والمؤتمر الاقتصادي؟ جاوبنا على ده. مصطفى، ايه رايك في الوضع في اليمن؟ هستاذنك هنأجله للاخر، ده اخر جزء هنتكلم فيه. منى مظهر، حمزاوف ممكن خلانا اتفرج على البرنامج غير للجفري، يعني هي بتتفرج على الحبيب الجفري وما بتتفرجش عليها غير مع الحبيب وخلتها تتفرج النهارده. اخيرا يا حمزاوي، هنسمع ناس مش بتخاف تقول رايها حتى لو اختلفت مع الاغلبيه. تغريد، يا سلام بقى بعد رجوع ريم ماجد واستضافه عمرو حمزاوي عقبار يسري فوده. احمد سعيد، لم يتطرق لي الشك في وطنيتك يوما، لكن لم اعتد او توقعت منك ابدا ان تقف في المنطقه الرماديه.
انت حسيت في فتره انك كنت في منطقه رماديه؟ لا لا لا، انا مش شايف ان انا في منطقه بالنسبه للظاهر انت كنت في منطقه رماديه، انت كنت بتشتغل على نفسك صح. بس عارف ليه يا خالد؟ ان كمان الطيار العام كاسح، فهو الطيار العام عايز الجميع يصطف في الطيار العام. ايوه. فانا اختلفت مع الطيار العام في النقطه اللي احنا اتكلمنا عنها، الانتخابات الرئاسيه المبكره اولا واختلفت لما قلت زي ما في رفض الارهاب والعنف انا رافض كمان الانتهاكات. بس احنا كنا مختلفين ايام الاخوان ايضا، الدستور اولا ولا الانتخابات اولا ولا البرلمان اولا. وبالتالي بالتالي كانت نتيجة هي أولويات. هل انا خرجت من بره وقلت لك هحذف طوبه ونريد اسقاط النظام؟ لا، انا بقول لك، انا عايز مسار تحول ديمقراطي ومسار تنموي، ورافض مساله معارضه من خارج، رافض هذه الاوهام كلها. بالعكس، يمكن التراجع واعاده التفكير تخلي الناس تشوف في منطقه رماديه. وهنا كمان في الفرق بين ان حد كان يعني حظه ان هو كان عنده ظهور واسع لفتره طويله وبعدين انحصرت الاضواء فالناس قالت فين راح فين، فده طبيعي ان هو يحصل، فما تزعلش. انا بتقول حاسس انه بيتكلم من قلبه، بيتكلم من جواه قوي، عايز يأثر، عايز يعمل حاجة بجد. هاني ميلاد، دكتور عمرو، ممكن نتفهم انك تحاول بناء معارضة محترمة للنظام وهو عمل ايجابي نشكرك عليه، ولكن الا يجب ايضا ان تشيد بالايجابيات؟ يعني اشكر هاني طبعا. دور المعارضة مش انها تعمل مسألة الشريك المخالف طول الوقت او فيها لخفيها، لا، المعارضة لازم تتكلم عن الامور الايجابية بموضوعية، تطالب بالمزيد من الايجابيات، تقول كذا وكذا علامات اجادة، ولكن وكمان تقول على السلبيات. هو المسألة ما هياش بس يا ابيض يا اسود. ساعات كتير على فكرة في السياسة بقى، كل ما تتوازن الدنيا كل ما المساحة الرمادية هي اللي بتوسع. ده رمادية مش بمعنى ان المبادئ مختلف عليها، او ان احنا حد يقبل تبرير فاسد للارهاب، او حد يسقط على شهداء جيش الشرطة، او حد يسقط على انتهاكات حقوق وحريات وفي شهداء من المواطنين، شيماء او غيرها، شيماء الصباغ او غيرها. لا، المساحة الرمادية الله يرحمهم جميعا، المساحة الرمادية مش في المبادئ، المساحة الرمادية في التفكير في السياسة، في التفكير في الاجراءات. مفيش صح بس، مفيش صح واحد، في دايما واحسن واحسن شويه واحسن شويه كمان، ده التوازن اللي احنا لازم نوصل. طيب الكافر بيقول، هو مسمي نفسه كده يعني، ترددت اقول لانه بس 30 يونيو ثوره، اما 3 يوليو انقلاب، هذه توصيفات غير قابله للزيف حتى وان خدمت مواقفنا. عندك تعليق على ده؟ لا. وليد، قد اختلف معاك بس بصراحه بحترمك وبحب جدا اسمع لك. دكتور ابراهيم محمود بيقول لك، ما هو حكايه مركز كارنيجي وليه تهاجم بسبب عملك به، وما هي العلاقه بين المركز وقناه الجزيره؟ لا لا، انا لا علاقه، دي مؤسسه هي وقفيه، لا علاقه لها باي قناه اعلاميه لا امريكيه ولا غير امريكيه. دي مؤسسه بحثيه اللي هي بيسموا في الولايات المتحده الامريكيه مراكز العقول، ما هياش الوحيده. كارنيجي تانك. ها، مجموعه التفكير. هي متميزه بانها مموله ذاتيا، لانها وقفيه ما هياش بتاخد فلوس من اي حته تانية. وعلى فكره الفلوس ما بيروحوش بس من كونجرس ولا من اداره امريكيه، بيروحوا من جماعات ضغط زي اللوبي الاسرائيلي وغيره وغيره، وبيروحوا احيانا من حكومات عربيه وغير عربيه لمراكز هذا المركز. لا كارنيجي، لا كارنيجي اللي عندها وقفيه، دي الميزه بتاعتها، وده اللي خلاني لما اروح كواحد مدرس في قسم علوم سياسيه جامعه القاهره، لما جيت اروح كنت سالت استاذي، يعني اتمنى ان هو يكون بصحه جيده، الدكتور مصطفى كامل السيد، فقال لي الوحيده اللي ليها استقلاليه بحكم ان تمويلها غير معتمد لا على مصادر حكوميه ولا مصادر جماعات ضغط. فلا، ما لهاش علاقه لا بجماعات ضغط ولا بقنوات ولا بغيره. ومره تانية انا عايز اقول عشان بس الناس ما تخافش، اللي نفسه يروح يشتغل بره في مكان اكاديمي ولا بحثي محترم، الخبره المهنيه مفيده، يروح ويرجع يفيد الناس بيها. فمفيش حاجه تخوف. اللي جاهز للاختراق هيخترق وهو قاعد على سريره. وائل السعيد، وحشتني يا حمزاوي، شكرا خيري، شكرا يا وائل. منا محمود، سعيده جدا بمراجعاتك واشتباكاته، واستمر، مصر محتاجه كتير قوي غير التسقيف. سميره الجزار، لابد من رجوعك الى الحياه السياسيه برؤيه جديده للمرحله القادمه. حازم، رغم اختلافي معاه بس هو الليبرالي الوحيد الحق في مصر. محمود، احترامي الشديد للاستاذ عمرو حمزاوي مع اختلاف الاراء. شكرا جزيلا. هذا عدد من الهاشتاج اللي بقى ترند. اشكر بدري. أشكر الناس، اشكر الجميع. طيب، شكرا جزيلا. خلينا نروح للملف الاخر، يعني اعتقد احنا ابحرنا في ملفات عديده جدا، وكان وحشنا صوتك وحشنا ادائك وكله. المشهد الدولي، خليني انا افهم امريكا على الاقل، اللي انا مش قادر افهمها. امريكا ومن وراها، وامريكا لما بتتحرك من وراها العالم، يعني بتحرك بريطانيا، بتحرك الاتحاد الاوروبي. صحيح. حاله واحده،
أمريكا بتجلس على مائدة التفاوض مع إيران. صحيح. وهناك صفقات سرية لا نعلم عنها شيئا والتصفيق والتأييد من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. أمريكا تخوض تحالفا في منطقة الشرق الأوسط مع السعودية مع الإمارات مع مصر في حرب اليمن والدفاع عن حدودهم وما قد يعرضهم إلى مخاطر من الحوثيين في اليمن والأوضاع في اليمن ضد إيران بتدخل إيراني. يبدو الأمر مرتبك جدا. أمريكا لو كانت تملك أوراق ضغط على إيران، إيران لها دور في سوريا، إيران لها دور في لبنان، في العراق، إيران لها دور كبير في العراق طبعا. ما الذي يحدث؟ إيه الفكر العالمي اللي بيديرنا؟ ليه بحس إن إحنا مجرد أدوات في كل الحالات يفعل بنا ويخرج منا الجماعات الإرهابية برعاية أمريكية بفكر أمريكي بغزو أمريكي ثم ينسحب ويتركونا ثم نذهب لنشتري سلاح لنواجه هذه الجماعات ويقول لي أنا معاك وبعدين أكتشف أنه بشكل أو بآخر بيدعم هذه الجماعات. ماذا يحدث لنا دكتور عبد؟ شوف يا خيري خلينا فككها لي. بالضبط. خلينا نفك المسألة. أول حاجة وانت بص على مشهد العالم العربي وجوار العالم العربي، حتى في الحقيقة كلمة العالم العربي بقناش نستخدمها كتير. صح؟ نتكلم عن الشرق الأوسط زي ما هم صدرون. بالضبط. خلينا نتكلم عن العالم العربي وجواره اللي هو فيه تركيا وفيه إيران وفيه الجوار الأفريقي وغيره. اللي بيحصل ان طول الفترة الممتدة من 2003 من الغزو الأمريكي للعراق اللي هو كان غزو ثم احتلال ثم إسقاط لنظام صدام حسين ثم تفكيك للدولة العراقية بالكامل بكل مؤسساتها من الجيش للشرطة للبيروقراطية بتاعت الدولة لغيره لغيره، من 2003 لغاية النهاردة 2015 المستفيد الأكبر من كل التغييرات اللي بتحصل في منطقتنا هو إيران. بالمعنى الاستراتيجي إيران هي الدولة اللي خارجة بعد 12 سنة بأوراق استراتيجية كتيرة جدا. إيه بقى الأوراق الإيرانية دي بس عشان نفهم؟ أول حاجة مشروع نووي حربت العالم عشانه وأجبرت العالم على أنها تقعد في مفاوضات طويلة وتتقطع وترجع وتروح وتيجي لغاية ما وصلوا لاتفاق هاجي أكلمك عنه، بس عندها مشروع نووي وتتحول إيران لدولة صاحبة قدرة نووية أو تكنولوجيا نووية، يفضل السؤال بتاع هتعمل قنبلة هتعمل السلاح مش هتعمل السلاح دايما معلق، وكل الضمانات اللي موجودة تقلل بمعنى تقلل الفرص أو تزود الفترة الزمنية لكن عمرها ما تلغي أبدا القدرة على امتلاك سلاح نووي. خارجة إيران بتكنولوجيا نووية أجبرت العالم على الاعتراف بيها، أنا هقولك تفاصيل الاتفاق دلوقتي. خارجة إيران حتى لو التعبير ده قاسي بتاع أن إيران موجودة في أربع عواصم عربية، إنما خارجة إيران في الحقيقة والعراق تحول إلى منطقة للنفوذ الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية هدت الدولة العراقية وسلمتها للإيرانيين. ما يحدث في إيران هو أن في مذهبية بتحكم مدعومة من إيران. إيران الطرف الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد في سوريا، إيران الممول والداعم والمسلح الرئيسي لحزب الله في لبنان اللي هو بيعمل دور في تعويق النظام السياسي اللبناني وتعطيل الحياة السياسية، إيران موجودة في اليمن من خلال تحالفها مع الحوثيين اللي هم، وده لازم يتقال، ما هماش جماعة غريبة على الشعب اليمني زي ما هم الشيعة اللبنانيين. احنا بنتكلم في 20% على الأقل، انت بتتكلم على نسبة كبيرة معتبر. لكن إيران كسبت بأوراق إقليمية كتيرة من العراق اللي هي النفوذ بتاعها فادح، وبعدين هو بينفي فكرة الدولة العراقية بيلاغي الفكرة، مفيش دولة عراقية بتقوم من 2003 لغاية دلوقتي بحكم النفوذ الإيراني وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. طيب حاجة تانية، إيران بتكسب دلوقتي من اتفاقها النووي إنها دخلت في مساومة كبيرة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي والعالم الدولي. إيه المساومة الكبيرة؟ المشروع النووي يتفقوا على تخفيض عدد أجهزة الطرد، على إلغاء بعض الأبحاث، على ما أعرفش إيه، كل هدف منه يؤدي في النهاية لعدم الوصول إلى صناعة قنبلة نووية، إلى السلاح النووي، إلى القنبلة النووية، لكن التكنولوجيا النووية تفضل. في المقابل بقى إيران بتحصل على إيه؟ تحصل على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروض عليها. الأهم من كده بتحصل عليه، بتحصل على اعتراف دولي بأنها قوة إقليمية مؤثرة، بتحصل على اعتراف دولي أنها خرجت من حالة الدولة المارقة زي ما بيقولوا كده يعني باللغة الفصحى اللي هي موجودة في الجمهورية الإسلامية من 79، دي الدولة اللي بتدعم الإرهاب اللي بتعمل كذا، خرجت من الحالة دي وأصبحت لاعب مقبول في منطقتنا في العالم العربي وجواره.
طب وهي بتخرج هل إيران غيرت سياستها في العراق؟ لا. هل بتغير سياستها في سوريا؟ لا. هل بتغير سياستها في لبنان؟ لا. هل بتغير سياستها بالعكس. في اليمن؟ برضو لا. ده بتدعم موقفها في اليمن. يبقى انت قصاد ايه؟ انت قصاد ايران بتنتزع بكفاءة لازم نعترف بيها عشان برضو نتعلم طبعاً. عندها دولة متماسكة أدارت الملف دوت بمفاوضين كل اللي كتب رغم الحصار الشديد كل اللي كتب من دبلوماسيين أمريكيين لا. من المشاركين في المفاوضات قال لك يعني مهارة المفاوض الإيراني عارف هي أقرب لإيه ودي حاجة نفخر بيها ليه انتزاع مصر طابة من إسرائيل عملية تفاوضية رائعة تختلف تتفق مع التفاصيل لكن أديرت مصريا بإنجاز تفاوضي هائل فإيران عملت نفس حاجة في المشروع النووي بمفاوضين مهرة ويتبدلوا عليهم والرئيس الحالي هو كان احد المفاوضين الرئيسيين نعم. في الملف اللي هو روحاني كان احد المفاوضين الرئيسيين طب يبقى ايران اهي قوه اقليميه متماسكه الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي بيعترف بدورها الاقليمي من غير ما تغير سياساتها ولكن بيحاول يوزنوا بين الولايات المتحده تقول الخليج تعالوا اقعدوا في كامب ديفيد معانا عشان نفكر في ترتيبات للامن الاقليمي ايه اللي مقصود يعني أي. يا جماعه ما تخافوش من الاتفاق مع ايران هنشوف حل هل في حل امريكي مطروح لا في الحقيقه وهم هيمشوا المساله يوم بيومه هنا يبقوا معاك وهنا يبقوا ضدك وفي الاخر اللي بينتزع الاعتراف هو القوه اللي على الارض مين اللي منتزع اعتراف تاني تركيا سواء حبيناها كرهناها ليها وضع اقليمي طبعا. معترف به من جانب الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي احنا بقى مشكلتنا في ايه احنا مشكلتنا ان المراكز العربيه الكبيره اللي هي اداره النظام العربي اللي هم مصر والسعوديه والعراق وسوريا مركزين منهم خارج نطاق الخدمة هم العراق وسوريا ومصر والسعودية لسه لم تتبلور رؤية استراتيجية واحدة أنا كتبت أكثر مرة إن إحنا بدل ما نبقى مفعول بيه مرة تانية وتتفرض علينا ترتيبات أمن إقليمية باتفاق أمريكي إيراني ولا أمريكي أوروبي إيراني ولا اتفاق مع الأتراك وزي ما أنت أشرت زيارات تركية إيرانية ويخرج طبعا. بعدها روحاني بعد زيارة رئيس التركي يقول ندعوكم للتفاوض في اليمن في حاجات بتحصل بدل ما أنت تبقى مفعول بيه طور أنت رؤيتك الاستراتيجية والأمنية وطول ما الرؤية دي مش متطورة هيبقى أنا عندي مشكلة في عمليات عسكرية في اليمن على سبيل المثال زي ما أنا سجلت أكثر من مرة كتابات أنت محتاج رؤية استراتيجية متكاملة ترتيبات أمن إقليمي عربية أول خطوة أكيد أنك أنت تشكل قوة عسكرية مشتركة صح بس إيه بس خد بالك أن الرئيس السيسي من أول ما جه وهو قاعد يطرح هذه النقطة وأنا مش فاهم كان بيطرحها ليه صح بس وإصراره عليها كان ملح لا أنت لأن في الآخر ما هو أدوات القوة إيه أدوات القوة إيه؟ أنت بتتحرك على الأرض بأدوات دبلوماسية بأدوات اقتصادية بأدوات تجارية بأدوات مالية وبأدوات عسكرية محدش يلغي فكرة القوة العسكرية كأحد مصادر قوة الأمم ككل طيب. إيران لما صحينا النهاردة وقال لك أرسلت إيران فرقاطتين إلى خليج عدن وباب المندب طب ما هي قوة عسكرية بتتحرك خارجة من الحتة بتاعتها وأمريكا ردت قالت لا تقلقوا بالظبط قال لك تعالوا على كامب ديفيد تفاوضوا معانا الخلاصة القوة العسكرية خطوة لكن عشان تبقى ليها معنى ومغزى إقليمي لازم تتفق على رؤية استراتيجية عربية ترتيبات أمن إقليمية جديدة من يشارك فيها إذا افترضت أن القوة العظمى هي مصر والسعودية القوة العربية الحاكمة هل يمكن أن يكون للمغرب العربي طبعا أنت عندك المغرب, عندك طبعاً المغرب نعم. العربي المغرب والجزائر وتونس نعم أنت عندك مجلس التعاون الخليجي أنت عندك مهمة رئيسية في البناء الاستراتيجي ده أن احنا اللي انا بسميه نعمل لملمه لاشلاء الدوله الوطنيه على فكره مش هينفع احنا عندنا الصومال ما بقتش موجوده ما حدش فاكرها صح طبعا. كانت دوله وعضو في جامعه الدول العربيه ولسه عضو لغايه في حد بيسمع عنها حاجه تفتتت في حاجه بيسموها في علوم سياسيه ديناميه التفتت الصومالي متسميه عليها تفك الدوله ويفك المجتمع بقى عندك 3 4 صومال بس اللي بيحصل في ليبيا في منتهى الخطوره لازم تعمل سلم اهلي وتعمل تماسك الدوله الوطنيه سوريا اللي بيحصل لابد ان هو ينتهي لتفاوض ما بصيغه ما العراق طول ما النفوذ الايراني كاسح والمذهبيه اللي شغاله مش اليمن تخوفي ان انت بتدفع الامور لحرب اهليه تتلاعب فيها بالورقه المذهبيه والطائفيه انت محتاج لملمه اشلاء الدوله هل كان لديك بدائل اخرى في هذا التوقيت وانت ترى تحرك على حدودك باشكال مختلفه التحرك الايراني الاوراق التي تراها انا فاهم لو انا بتكلم عن قوه العربية ممثلة في مصر والسعودية ومعهم دول التعاون الخليج ودولة الإمارات لأن لها موقف حاسم في هذا وأنا شايف على مائدة التفاوض الأخرى ما قد يسمح لإيران بالتحرك وأنا فاهم طريقة الأمريكان ألم يكن من الأولى في هذه اللحظة هو التدخل وإثبات أنني موجود وأبادر بالدفاع عن حدودي وعن
الرئيس المنتخب او الرئيس الشرعي الموجود، لان ليه علاقه بامن المنطقه بالكامل، لان ليه علاقه في مواجهه النفوذ الايراني. هي المشكله ان اداره المساله اليمنيه لن، انا بقول لك ده رايي، لن تجدي بها ابدا العمليات العسكريه. اليمن لا جغرافيا، ده تحريك للتفاوض. ها؟ تحريك للتفاوض. بص، لو في تحريك للتفاوض يبقى في رؤيه محتاجين طبعا. هو حتما هناك تمام. فاداره اليمن عسكريا صعبه، نعم، جغرافيا اليمن، تفاصيل المجتمع اليمني بالتركيبة بتاعته. ده لو اتكلمت عن تدخل بري وخطط وانا لا اعرفها حتى الان. الخبره المصريه قبل الخبره العربيه في التدخل في اليمن عسكريا اعتقد تقول اجابه واحده، ان اليمن لا تدار عسكريا، فانت محتاج سلم اهلي وتماسك لدوله وطنيه تفاوضيا. اداره النفوذ الايراني ما هياش بالحرب يا خيري، على تمدد النفوذ الايراني من العراق لسوريا لبنان لليمن بس خد سنوات، وانت قلت لي اصبح قوه طبعا. فاذا كان بيتحرك دلوقتي بس تديره تفاوضيا برؤية عربية. على فكرة احنا كمان مقللين قوي قدراتنا، احنا على فكرة كثافة سكانية وجغرافيا احنا اصحاب الحق الاكبر في هذه المنطقة يا اخي، احنا اللي مغطيين الخريطة كلها. نعم، ده الجوار بتاعك انت، مالك مصغر نفسك قوي كده ليه وخايف؟ تمدد النفوذ الايراني، لكن لسه عندي القلب كل شمال افريقيا، عندي مشكله في ليبيا، لسه عندي القلب في شبه الجزيره العربيه السعوديه ومجلس التعاون الخليجي، عندي مشكله في العراق وسوريا لبنان، تفكر فيهم. بس انت شاغل المكان الاكبر في هذه البقعه من العالم، انا مانيش اوراقي ضعيفه، اللي انا محتاجه رؤيه استراتيجيه بتقول ايه؟ قوه عسكريه مشتركه صح، بس القوه العسكريه اهدافها ايه؟ جنبها ايه؟ جنبها لملمه اشلاء الدول الوطنيه، لازم العرب يتدخلوا بسرعه للملمه اشلاء الدوله الوطنيه في ليبيا وسوريا وانقاذ العراق من الوضع اللا دوله اللي موجود فيه، وتتدخل في اليمن تفاوضيا، تعمل رؤيه لترتيبات عربيه بدل ما تتفرض علينا مره ثانيه. انا تخوفي ان الاتفاق الامريكي الاوروبي مع الايرانيين ما هوش بس على المساله النوويه، هو اوسع من كده، هو اعتراف بدورهم الاقليمي، هو اخراج ليهم من الوضعيه الدوليه بتاعه الدوله المالوخه اللي ما حدش عايز يعمل معاها حاجه لدوله طبيعيه، نعمل معاها تجاره، نعمل معاها اقتصاد، نقعد معاها في مفاوضات، وهتتفرض ترتيبات اقليميه، تبقى تتحول في الرؤيه الامريكيه والغربيه. امريكا تسعى الى لعب مسؤول الاتحاد الاوروبي وتخسر حلفائها في المنطقه في الشرق الاوسط. هي مش، لا هي 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 بتلعبك على فكره. أي. احنا لو مش قادرين ده يبقى مشكله كبيره. هي بتروح تمضي الاتفاق، وبعدين بيطلع عكاري وزير الخارجيه الامريكي بعدين يقول لك والبيت الابيض ندعوكم الى اللقاء في كامب ديفيد للبحث في ترتيبات الامن الاقليميه. نعم. متشكرين. تروح الولايات المتحده الامريكيه تمضي مع ايران، ما تتكلمش على الفرقاطتين وعلى التمويل العسكري، غير النهارده وزير الخارجيه قال الكلمه لما اتسال ان في دعم عسكري ونفوذ ايراني وما اعرفش ايه وبتاع لليمن. طب واللي بيحصل في العراق ايه؟ واللي بيحصل في سوريا ايه؟ واللي بيحصل في لبنان ايه؟ مش هم هيقعدوا يلعبوك. الدور، المساله الوحيده انك انت تخرج بره وضعيه رد الفعل، وضعيه المفعول بيه بترتيبات امن عربيه، رؤيه مشتركه نشتغل عليها نطورها، مش عيب ان احنا نقول ما عندناش دلوقتي. القوه العسكريه خطوه، في بقى حاجات تانية لازم تيجي جنبها. ومره ثانيه بقول لك لازم نفكر في لملمه اشلاء الدوله الوطنيه، مش السيناريو بتاع ليبيا اللي بتغيب وسوريا اللي غايبه والعراق اللي خارج الخدمه واليمن اللي يتزق على حرب اهليه، خطر جدا. انا بشكرك جدا. انا متشكر جدا. أنا جدا، انا سعدت بلقائك. انا اسف يعني على استمتعت بالوقت معاك. لا بالعكس، الوقت طال. متشكر جدا. انا سعيد جدا بحواري معاك، ونتمنى نشوفك مره اخرى في الوقت الذي يناسبك عندما يكون هناك ما ترى انه يجب ان يطرح للفكر والحوار. ربنا يخليك. متشكر جدا جدا. شكرا على دعوتك وعلى ذوقك وعلى اداره الحوار الهايل. ربنا يخليك. بشكرك. بشكركم وبشكر كل اللي كانوا زعلانين واللي شتموا واللي اتبسطوا بعد كده. هكذا، هذا هو عملي، ومسامح اللي شتم وسعيد باللي عجبوا البرنامج وسهرناكم. وبكره حلقه جديده ان شاء الله من ممكن. ومصر بخير، ثم انتم بخير. تصبحوا على خير.